مترجمين العرب، وطبعا الواحد مش عارف ده هيكون في ضغط ولا هيكون الموضوع فيه سعة ويسر، لأن الواحد خد المحاضرة السادسة بعد أعلام في عالم الترجمة. بدأنا معكم بالمحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية مع الأستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى، وبعد كده بدأنا معاكم المحاضرة الثالثة مع الدكتور محمد حسن، وبعد كده المحاضرة الرابعة والخامسة مع الأستاذ الكبير أشرف عامر. وأنا بستلم الرأي منهم، تمام، وأسأل الله أن أكون على هذا القدر من المسؤولية، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم جميعا، وإن شاء الله تطلعوا منا بمعلومات جيدة إن شاء الله. أول حاجة نبذة بس عني كده، أنا اسمي محمد سيد الويشي، دبلومة في التحكيم التجاري الدولي من أكويتي كوليدج في لندن بريطانيا، وكمان حصلت بفضل الله على دبلومة في التحكيم التجاري الدولي من الهيئة الدولية للتحكيم بمصر، كما أيضا شرفت بأن أكون عضوا في لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين في مصر، كما حصلت منذ 10 سنوات على شهادة في الترجمة القانونية، وأصبحت مترجما قانونيا من جمعية المترجمين واللغويين المصريين في مصر، وشرفت منذ أيام قلائل أن أحصل على شهادة في الترجمة القانونية من جمعية المترجمين العرب، كما حصلت أيضا منذ 10 سنوات على شهادة من جمعية المترجمين واللغويين المصريين، شهادة في الترجمة الاقتصادية والسياسية، والحمد لله منذ شهر حصلت على الاعتماد من كينغستون بيزنس أكاديمي كمدرب معتمد ومحترف، وأيضا الحمد لله أعمل كمحاضر وكمدرب لكورسات دولية مثل الآيلتس والتوفل أند إمسات. عناصر المحاضرة حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، هنبدأ إن شاء الله في بعض النظريات الخاصة بالترجمة الدينية، ثم سنكمل موضوعنا عن ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم بترجمات مختلفة إن شاء الله، ثم بعد ذلك نتطرق إلى ترجمة أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان، وأيضا مع الأستاذ صبا سنتطرق إلى ترجمة أسماء الله الحسنى، وبعد ذلك أيضا تتطرق إلى ترجمة سورة الفاتحة والضحى بأربع ترجمات مختلفة، وما هي أفضل الترجمات المعتد بها. بعد ذلك إن شاء الله سنقوم بترجمة بعض الألفاظ المتكررة في القرآن الكريم التي تحمل أكثر من معنى، وزي ما الأستاذ أشرف بيقول يجب أن تفهم النص أولا قبل أن تترجم حتى لا يحدث أي مشكلة في الترجمة، فيجب عليك أن تفهم النص العربية أولا قبل أن تترجمه. كما أيضا سننشر إن شاء الله في آخر المحاضرة أشهر المواقع الدينية الخاصة بترجمة معاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وأيضا سأتطرق في آخر المحاضرة إلى ترجمة الدكتور البروفيسور عبد الحليم في كتابه أو في ترجمته The Quran التي لاقت مبيعا وتعتبر بيست سيلر في بريطانيا. عناصر المحاضرة إن شاء الله هنتكلم على الـ Difficulties Faced Islamic Translation، أو بمعنى أصح المشاكل أو المعضلات أو الإشكاليات التي تواجه ترجمة النصوص الإسلامية، وهنتكلم على 5 عناصر. العنصر الأول choosing the right equivalence that covers all the semantic meanings، وهي بمعنى أن نجد المكافئ اللغوي الصحيح للترجمة التي ننقل إليها، وأيضا ستتكلم عن ال cultural differences أو الاختلافات الثقافية وما تؤثره على الترجمة، وأيضا ستتكلم على ال semantics and style وتأثيرهما على الترجمة وخصوصا الترجمة الدينية، وأيضا سأتكلم على الـ context misunderstanding أو عدم فهم السياق وما يحدث ذلك من عدم فهم للنص الأصلي وما يحدث ذلك من ترجمة خاطئة، وأتطرق أيضا إلى الجزء الأخير وهو الـ inconsistency اللي هي التناقض. نبدأ إن شاء الله في العناصر كالتالي: أولا choosing the right equivalence that covers all the semantic meanings. هناك في بعض الكلمات الخاصة بالقرآن الكريم لفظ مثلا فسيكفيكهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، سورة البقرة، هذا اللفظ لو لم تفهم معناه لن تقدر على ترجمته، لن تقدر على ترجمته للغة الإنجليزية أو للغة الفرنسية أو أي لغة أخرى، فيجب أن تراعي أن هناك grammatical differences أو اختلافات في الجرامر أو القواعد ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية. مثلا فسيكفيكهم ترجمت كأنها God أو الله will suffice they them. كلمة فسيكفيكهم لو اطلعتم معي سترون أنها مقسمة إلى ألوان،
الفاء بلون مختلف، والسين والياء والكاف والفاء بلون مختلف، والكاف بلون مختلف، والهاء والميم بلون مختلف. هذا معناه أن هذه الكلمة مقسمة في اللغة العربية، وإن لم تفهم معناها باللغة العربية لن تكون قادرا على ترجمتها باللغة الإنجليزية. بعد ذلك هناك بعض الألفاظ المتشابهة في المعنى، قد يراها البعض أنها متشابهة في المعنى ولكنها مختلفة جدا، مثل كلمة inspiration و revelation. يعني مثلا اتكلمنا على كلمة الوحي، لو اتكلمنا على كلمة الوحي، هل كلمة الوحي نترجمها revelation ولا inspiration؟ الوحي اللي هو نزول الكتاب المقدس، سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو الزبور أو الصحف أو أي كتاب من الكتب المقدسة، هل الوحي ده هنترجمه revelation ولا هنترجمه inspiration؟ فطبعا لازم نكون عارفين الفرق بين الاثنين. فمثلا لو هو المحاضر لما بدأ يتكلم على، أو المترجم لما بدأ يتكلم على موضوع inspiration، ترجمها إنها the process that takes place when somebody sees or hears something that causes them to have exciting new idea or make them want to create something. يعني كل ده معناه الإلهام، يعني شيء بيلهمك إنك تعمل حاجة. فطبعا ده ليس له علاقة بالوحي تماما. أما الوحي هي something that is considered to be a sign or a message from God. يعني الوحي ده خاص برسالة من الله إلى النبي. مثلا عندما أنزل الله التوراة على موسى، أو أنزل الإنجيل على عيسى، أو أنزل القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما نجد كلمة الوحي في القرآن الكريم نترجمها كأنها revelation وليس inspiration، برغم أن المعنى متشابه في اللغة العربية، ولكن كل كلمة لها أصل ولها استخدام، وخصوصا عندما تطرق إلى النصوص المقدسة أو إلى الترجمة الدينية. بعد ذلك القضية الأخرى هي قضية الكرسي والعرش. الواحد هو بيبحث عن موضوع الكرسي والعرش، وهل هترجم كلمة الكرسي chair، وجدت فعلا بعض الترجمات مترجمة كلمة كرسي كأنها chair أو كده. طيب هل الكرسي هو الكرسي اللي احنا مثلا واللي المثل الأعلى بنستخدمه مثلا في الجلوس في مجالسنا أو في بيوتنا؟ وهل الكرسي مختلف؟ طبعا في حاجة بتقول ليس كمثله شيء، وكل ما دار ببالك فالله خلاف ذلك. فإذا الكرسي الذي يتكلم عنه الله، تمام، ربما يكون مختلفا، او بالاكيد انه مختلف عن الكرسي الذي يتكلم عنه. فهل يمكن ان نترجمها كلمه كرسي بما ان في مصطلح حرب متشابه، هل نترجمها كلمه تشير، ولا نعملها ترانسليتريشن نكتبها كرسي باللفظ الموجود؟ وهل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟ يعني العرش معروف اللي هو ثرون معروفه، وهل هناك فرق بين الكرسي والعرش في اللغه؟ وعندما تكلم الله عن الكرسي والعرش في القران الكريم، لاحظنا أن كلمة العرش موجودة في سياق، والكرسي في سياق آخر. حتى هناك آية اسمها آية الكرسي، أفرد الله بسورة آل عمران وسماها آية الكرسي، تمام. فبعض التفسير أو بعض المترجمين بيقولوا أن الكرسي هو موضع القدمين، تمام، والعرش لا يقدر قدره أو يقدر قدره إلا الله. فيجب أن نعرف الفرق بين الكرسي والعرش. وإن كنت أميل إلى أن نترجم الكرسي بال domestication method أو بطريقة التقريب اللي هي كرسي بالtranslation. بعد كده في بعض الآيات يجب أن تفهمها جيدا عند الترجمة، مثل قوله تعالى وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. الأكمه في اللغة العربية يدل على من ولد أعمى، فيكتفى بترجمتها بالمقابل الإنجليزي blind، والأولى أن تترجم أو تترجم كborn blind. يعني الأكمه غير الأعمى، الأعمى هو من كان بصيراً ثم ابتلاه الله بالعمى، ولكن الأكمة في اللغة العربية هو من ولد أعمى، تمام. فلذلك يجب أن تترجمها born blind. عشان كده لو أنت مرجعتش للمعاني الموجودة في اللغة العربية، كنت قادرة على أن تنقل النص من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، لن تكون قادرة أن ترجم أي نص أعمة من اللغة المصدر إلى لغة الهدف، والأخص طبعاً الترجمة الدينية، لأن الترجمة الدينية ترجمة حساسة جداً. بعد ذلك نتكلم على البلوسيمي، وهي التعدد في المعاني أو تعدد المعاني. هناك بعض الأشخاص قد يفهمون أن عندما الله ذكر كتابه تعالى اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، وقال اهبطوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في سورة يوسف، فمعنى كلمة مصر في الآية الخاصة بسورة يوسف هي نفس معناها في سورة البقرة، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فكلمة مصر هنا ليس ترجمتها إيجبت أو مصر اللي هي دولة مصر التي أشرف أنني أكون منها، ولكن اهبطوا مصرا، اهبطوا مصرا، مصر
هي جمعها امصار اي بلدان، فهنا كلمه مصر ترجم على انها تاون او سيتي، تمام؟ فلو لم تفهم النص جيدا وانت تترجم من اللغه المصدريه الى لغه الهدف لن تكون قادرا على فهم حد حياك هذا. الاستاذ، استاذ محمد، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بس انبه مس غانية، الكاميرا مفتوحه يا مس غانية، وبرسل لك رسائل ومش منتبهه. مس غانية اغلق الكاميرا، اسفه على المقاطعه بس ولا مضطره. يهمك يا فندم، ولا يهمك ولا يهمك، الامور طيبه ان شاء الله. فطبعا هي كلمه ايجيبت الموجوده في سوره يوسف خاصه بها بلدنا مصر، ايجيبت، تمام؟ وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، اي ادخلوا مصر لا ايجيبت. اما هنا في سوره البقره اهبطوا مصر مصرا فان لكم ما سالتم، فهنا مصر هنا معناها تاون او سيتي. فانت لم تفهم اسباب النزول وتفسير القران باللغه العربيه اولا لن تكون قادرا على ترجمه النص الى اللغه الانجليزيه. وايضا موضوع التشكيل، يعني مثلا ما الفرق بين النهى ونهى؟ يعني انت لو ما كنتش قادر على قراءة القرآن قراءة صحيحة وان تفهم الفرق بين كلمة نهى ونهى لن تكون قادر على الترجمة. يعني مثلا عندما قال الله اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هنا نهى معناها forbid، يعني ايه؟ يعني حرمها، تمام؟ اما النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، النهى معناها أصحاب القلوب وأصحاب العقول الحصيفة، أصحاب العقول الفطنة، فهنا معناها كده إن في ذلك آيات لأولي النهى أي للذين يفهمون. إذن كلمة النهى هنا معناها understanding. حتى كلمة بلد قد تختلف في السياق القرآني وكذلك تختلف في الترجمة. يعني مثلا ربنا قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، هنا البلد هل هنترجمها ايه؟ البلد، هل البلد اللي هي سيتي مثلا او كونتري او ستيت او كده، ولا البلد هنا لها ترجمه اخرى؟ The vegetation of a good land comes forth easily by the permission of its lord. طبعا هو هنا كلمه الله ترجمها لورد، طبعا هنطرق للموضوع ده، موضوع الله وجاد والحاجات دي كلها هنتكلم فيها ان شاء الله لاحقا. ولكن ان كلمه البلد هنا مش معناها البلد اللي هي الكونتري او ستيت، لا، هنا البلد الطيب يخرج نباته باذن ربي، اي معناها الارض الطيبه يخرج نباتها باذن ربها. ولكن في قوله تعالى لا اقسم بهذا البلد، كلمه البلد هنا معناها يعني مدينه او بلد، زي مثلا مكه. فربنا قال I swear by this city مكة، اللي هي قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. اللفظ متشابه ولكن اختلاف في السياق واختلاف في المعنى وأيضا اختلاف في الترجمة. وهناك أيضا بعض الإشكالات التي تكون حول الترجمة، وخصوصا من ترجمة الترجمة العربية أو الترجمة الدينية العربية إلى الترجمة الإنجليزية، وهي هناك بعض الألفاظ التي ليس لها مقابل في اللغة الخاصة بلغة الهدف، زي مثلا كلمة زكاة. في بعض القواميس وبعض الترجمات لقيت كلمة مترجم كلمة زكاة إلى كلمة arms أو given arms أو arms given أو charity، وهو نفسه مش فاهم يعني إيه كلمة زكاة. طبعا فرق كبير جدا جدا بين الزكاة وبين الصدقة. الصدقة مثلا هي عبارة عن مقدار من المال أو مقدار من الأموال تعطيها لشخص من قبل المساعدة له، مش يعني فرض عليك، يعني إذا أعطيتها جزاك الله وإن لم تعطيها لن يحاسبك الله على شيء. ولكن الزكاة فرض في العقيدة الإسلامية، وهي ركن من أركان الإسلام الذي سوف نتحدث عنه لاحقا. فكلمة زكاة هنا معناها ركن فرض، تمام؟ مش ينفع ترجمها كلمة arms أو charity أو arms given أو أي من هذه المصطلحات، لأن كلمة زكاة كلمة ليس في معناها الطوعية، تمام؟ ولكنها فرض، فيجب أن ترجم كلمة زكاة بلفظها كما هي. فممكن تقولها زكاة Z-A-K-A-H أو زكاة Z-A-K-A-T. ندخل بقى في المجال اللي بعده أو في النقطة اللي بعدها، وهي اختلاف الثقافات أو الكالتشرال ديفرنسز. في بعض، وطبعا الأستاذ أشرف اتكلم على الحديث هذه الأحاديث قبل ذلك، واتكلم على أن موضوع مثلا الحيض أو الحائض، تمام؟ فكلم عنها وقال إن أنت لما مش فاهم نص الحديث نفسه، تمام، هتكون قادر على يعني لا صلاة لحائض تقريبا، حاجة زي كده. فهو اتكلم عن النقطة دي وقال إنك لما مش فاهم النص هترجمه ترجمة خاطئة، تمام؟ فإن كلمة حائض اللي هو ترجمها كلمة adult أو adult اللي هي بالغة،
تمام. ونفس القصة هنا في بعض النصوص التي هي موجودة في اللغة العربية، تمام، واللغة الإنجليزية لا تدري عنها شيئا. مثلا في حديث أنس رضي الله عنه عندما قال: فإنه لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. فطبعا ابن لبون اللي هو الجمل ذو العامين، وبنت مخاض معناها الناقة ذات العامين. فابن لبون هنترجمها 2 years old camel، وبنت مخاض هنترجمها a female camel 2 years old. حتى كلمة نسخ عندما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا، في سورة ياسين. كلمة المسخ هنا مش معناها أنه أن لها جانب سلبي، المسخ زي مثل المسيخ الدجال أو إلى آخره، لا، المسخ هنا معناها تغيير الصورة أو تغيير الخلق أو تحويل الخلق. فهنا كلمة مسخ مش هنترجمها بالباد مينينج أو بالترجمة النيجاتيف، لا، هنترجمها بالترجمة البوزيتيف اللي معناها هنا تشينج أو ترانسفورم. وحتى طبعا مصطلح جهاد اللي المترجمين يعني الى الان ما وصلوش الى كلمه تفسر كلمه جهاد، والافضل ان هم بيقولوا ان كلمه جهاد نحطها زي ما هي بالترانسليتريشن ميثود، اللي احنا نحاول نترجم كلمه جهاد الى جهاد زي ما هي، نحاول ننقل اللفظ العربي الى لفظ انجليزي بالحروف الانجليزيه ولكن بالنطق العربي، وهي طريقه تسمى ترانسليتريشن او الترجمه الصوتيه، تمام. حتى الفتوحات الاسلاميه ساعات طبعا بيترجموها Islamic conquest، تمام، وساعات بيترجموها Islamic colonization، ولكن طبعا الافضل انك ترجمها انها Islamic conquest، لان طبعا الكولونايزيشن معناه الاستعمار، فيها جانب استعماري، وطبعا الدين الاسلامي ليس دين الاستعمار واخذ الحق، انما هو دين فتوحات. حتى بيسموها الفتوحات الاسلاميه او الغزوات الاسلاميه، ما يسموهاش الاستعمارات الاسلاميه. بعد كده النقطة اللي بعدها هي أن هناك بعض الكلمات في اللغة العربية ليس لها مرادف في اللغة الإنجليزية، مثل كلمة السواك اللي بيسموها أراك أو توث أو براش، تمام. وطبعا كلمة أراك موجودة حتى في قول سيدنا علي عندما كان يدعى بالسيدة فاطمة، وقال عندما كان يخاطب السواك وقال: حضيط يعود الأراقي بثغرها، ألا خفت يعود الأراقي أراقة، لو كنت من أهلي القتالي قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك، تمام. إذن أن كلمة الأراك أو كلمة السواك تعني باللغة الإنجليزية أنها توث أو براش أو إلى آخره، ولكن طبعا كلمة السواك نفسها كلفظ كلمة سواك أو أراك مش موجود لها مرادف في اللغة الإنجليزية، فعشان كده الأفضل أن نترجمها سواك أو أراك. حتى كلمة الحرم المدني، حتى كلمة الحرم المدني والحرم المكي، طبعا الحرم المكي والحرم المدني ممكن ترجمها مكة أو مدينة sanctuary، تمام. وكلمة الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هترجمهم طبعا friends أو colleagues أو كلام ده كله، لأن كلمة الصحابة هي الترجمة الصحيحة لها كلمة companions of the prophets. وحتى كلمة الكعبة برضو بتقولها باللفظ الإسلامي العربي the كعبة عادي خالص. وحتى كمان الطقوس الخاصة بالحج زي مثلا منى ومزدلفة والميقات إلى آخره، منى طبعا هتكون زي ما هي منى، ومزدلفة زي ما هي برضو مزدلفة. حتى الميقات ممكن تخليها باللفظ العربي بحروف إنجليزية زي ما قلنا بالترانسليتريشن زي كلمة ميقات، وكمان ممكن تفسرها وتفسر يعني المترجم مش مجرد انه كوبي بيست بياخد الكلمة من اللغة المصدرية ويحطها في لغة الهدف، لا طبعا المترجم مش كده، المترجم يجب ان يكون فاهما للنص العربي قبل ان يترجمه للغة الإنجليزية. فطبعا هي نقاط موجودة في الثقافة الإسلامية عندنا، إن هو نقطة الإحرام، تمام، أو النقطة المعلومة الإحرام، فممكن ترجمها إحرام ستيشن، تمام، أو ممكن ترجمها assigned point. حتى صلاة الوتر، الوتر عندنا هي الفرد، يعني صلاة وترية يعني صلاة فردية، يعني مثلا عندما توتر برقعة في الأخير، وخصوصا في رمضان مثلا بعد صلاة التراويح والقيام توتر برقعة يعني واحدة، فالوتر معناها الفرد. وحتى أن كلمة الوتر لفظ من ألفاظ الجلالة من أسماء الله الحسنى، فوتر prayer أو separate prayer هي صلاة منفصلة عن الصلوات الأخرى، يعني هو القيام والشفع والوتر. فكلمة الوتر هي معناها العربي هي صلاة منفصلة عن كل الصلوات، فعشان كده هنترجمها separate prayer أو وتر prayer. ممكن تستخدم المصطلح العربي عادي وتر، أو ممكن تستخدم المصطلح الإنجليزي اللي هو separate برضه عشان خاطر الناس تفهم يعني إيه كلمة وتر. بعد كده صلاة التراويح، التراويح مثلا ممكن برضه تستخدم فيها اللفظ العربي اللي هي تراويح prayer، تراويح prayer عادي خالص. والتراويح معناها في العربي
انك بتصلي مثلا ركعتين وبترتاح او 4 ركعات وبترتاح، وبعد كده بتكمل صلاتك عادي خالص. عشان كده سموها الريست براير او رمضان اوبشنال براير، لان طبعا صلاه التراويح ليست من الفروض في رمضان، هي عباره عن صلاه اختياريه. فترجمها هنا المترجم رمضان اوبشنال براير او ريست براير باعتبار لفظه التراويح موجوده في النص. نيجي بقى للمعضله الكبيره، وهي ترجمه لفظ الجلاله، وخصوصا انت لما تحاول تترجم او تقرا في ترجمه معاني القران الكريم، هتلاقي مثلا معظم مترجمين مترجمين الله الله الله، في بعض مترجمين مترجمين كلمه جد في الترجمه مثلا، ومنهم مثلا بروفيسور عبد الحليم في ترجمته ذا قران، تمام؟ فهو مثلا قال in the name of God، ما ترجمهاش in the name of الله. طب ايه بقى موضوع الله وجد والكلام ده كله؟ طبعا زي ما قال الاستاذ اشرف قبل كده والدكتور محمد حسن، وحتى كمان الاستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى، قال لك انك في الترجمه الدينيه عامه والترجمه الاسلاميه خاصه، انت بتترجم سنس فور سنس مش وورد فور وورد، ويجب ان تكون عندك شيئين وانت تترجم. الاول ان تكون بايلينجوال يعني ثنائي اللغه، وان تكون باي كالتشرال يعني ثنائي الثقافه. يعني دلوقتي انت هم وانت بتترجم القران، او مثلا الدكتور عبد الحليم لما طرق لموضوع ترجمه القران واتكلم على موضوع جد، تمام؟ وحتى نفسه ما قالش مثلا the translation of the meanings of the Quran، لا ده سمى الكتاب بتاعه the Quran كده. وعشان كده الكتاب لما يلقى رواجا في الدول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية، لأن بيقول انت معنى كده انت جايب قرآن زي القرآن بتاع ربنا ولكن بلغة أخرى، حاشا لله طبعا يعني. ولكن هو البيربس او الغرض منه انه هو كان عايز الناس في بريطانيا خاصة وفي كل العالم الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية أن يفهموا معنى ومكنون القرآن الكريم. فعشان كده كل الكلمات الخاصة بكلمة الله ورفض الجلالة لم ترجمها God 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 God. ليه؟ لأن هو ما عندوش في ثقافته كلمة الله، فعشان خاطر يوصل هدفه وأن الناس تؤمن بالقرآن وأنها تدخل الإسلام. وعلى فكرة دخل على يد كثير من يعني عشرات بل مئات من المسلمين بسبب ترجمته ذا قرآن، وعشان كده هذه الترجمة هي أكثر رواجا والبيست سيلر في إنجلترا. فهو الموضوع بقى ايه؟ موضوع الله وموضوع جاد والحاجات دي كلها. احنا في ثقافتنا الاسلاميه ان الله واحد، كل هو الله احد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني انت تنزه عن الله اي حد او اي شيء يكون مكافئ لربنا، تمام؟ فعشان كده احنا يعني كمسلمين بنحب كلمه الله ونحب نحطها في ترجمتنا. وفي بعض المترجمين وان شاء الله برضه هنتطرق للموضوع ده لاحقا، عشان يعني متشبع بالثقافه او بالثقافه الاسلاميه، ترجم كل لفظ كلمه الله الى كلمه الله، تمام؟ انما موضوع جاد هم في ثقافتهم انه عندهم حاجه اسمها جادس اللي هي الالهه، وعندهم جادز، تمام؟ برضه تجمع، انما ربنا ما بيجمعش، لا يجمع ولا يثنى ولا يذكر. فعشان كده افضل ترجمه لكلمه الله بالنسبه ل المترجمين هي كلمة الله اللي هي A-L-L-A-H، تمام؟ وحتى أسماء الله الحسنى أنا بنحاول نفسر ترجمة معانيها أيضا، يعني أسماء الله الحسنى برضو لا تترجم لأنها جزء من القرآن، وبرضو القرآن لا يترجم. إحنا بنحاول ندور على المعاني البسيطة اللي الناس تفهمها عشان تفهم القرآن الكريم وتفهم أسماء الله الحسنى، تمام؟ إنما الأسماء نفسها مش هينفع تترجمها. فزي ما بنقول كده ان اسماء الله الحسنى ولفظ الجلاله ليس له مشابه او نظير في اللغه الانجليزيه، فعشان كده المترجم بيحاول يفسر معناه بلغه اقل عشان الموضوع يكون مفهوم، تمام؟ فمثلا لفظ الجلاله السلام هنقول مثلا ذا بيسفول وان، وممكن ساعتها ترجمها ذا بيس عادي خالص، ذا بيس. بعد كده العلي ذا اكزالتد وان برضه ممكن ترجمها ذا اكزالتد، ولكن برضه في مأخذ على الترجمه اللي هي هنا ان لفظ الجلاله يجب ان يبدا بحرف كبير ذا او ذي بحرف كبير، وان كل لفظ من الفاظ الجلاله يجب ان يكون كابيتال ليتر. يعني بيسفول هنا المفروض تكون حرف كابيتال كبير، وكلمه وان هنا برضه لازم تكون حرف كابيتال كبير، لانك لا تتكلم عن شخصيه عاديه، انت تتكلم عن الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. فمن القدسيه ان كلمه الله تبدا بذا، وان تكون بحروف كبيره سواء كان الاسم يترجم الى لفظين او ثلاثه الى اكثر، تمام؟ العزيز مثلا the exalted in mighty
او ان مايتلي او ذا باور فول او ذا سترونج الى اخره. تمام. فالترجمات الخاصه باسماء الله الحسنى ترجمات مختلفه جدا جدا. يعني دخلت امبارح وانا بحضر عن المحاضره لقيت يعني عجب وعجاب، يعني الناس حتى مش فاهمه المصطلح العربي ومترجمه وخلاص، عباره عن كوبي بيست، وحتى المصطلحات دي مش موجوده اصلا في اللغه الانجليزيه، يعني الكلمات دي اصلا مش موجوده في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا كلمه لفظ او اسم الاسماء الحسنى الضار مثلا، تمام، فهو عملها مترجمها ديسترر. انت اصلا ما فيش كلمه اسمها ديسترر في اللغه الانجليزيه، ممكن ديسترزد او الى اخره. فانت عشان تحاول تجيب مصطلح مشابه للفهم اللي انت فاهمه، فانت عملت ايه؟ فانت جبت حاجه انت على مستوى فهمك انت، مش على مستوى فهم النص. فالمشكله اللي المترجمين كلهم بيقعوا فيها انك لما بتستسلم when you give up، يعني خلاص بتحاول تجيب اي مصطلح وكوبي بيست وخلاص وانا ترجمت اسماء الله الحسنى. لا طبعا، انت تتعامل مع نص ديني اسلامي، والنص الديني المقدس له من الخصوصيه وله من الحساسيه بمكان. وانت بتترجم يجب ان تضع في بالك انك مش انت بتعملش الكلام ده لنفسك، انت بتعمل الكلام ده لكثير من الناس هيقرم ويطلعهم، وخصوصا لو كان فيهم اكاديميين او فاهمين الموضوع. فعشان كده ترجمه معاني القران الكريم، واعتقد ان كثير من الناس يتفقون معي، ما تحتاجش مترجم واحد بس. يعني الافضل ان يكون في فريق كامل بيترجم معاني القران الكريم، يعني واحد مثلا في اللغويات، واحد في التاريخ الاسلامي والسيره، واحد في الفقه مثلا، واحد في اللغه الانجليزيه، واحد في اللينجويستيك. كل دول كده يتجمعوا مع بعض ويعملوا اسمها ترجمه معاني القران الكريم. والمشكله برضو في معاني القران الكريم او في ترجمه معاني القران الكريم، ان لحد الان ان القران الكريم لم يفهم الى الان. يعني القران لم يفهم الى الان، حتى الصحابه ما فهمش. يعني طبعا الرسول قال ان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وان الصحابه هم افضل يعني خلق على الاطلاق بعد الانبياء، وكل ده احنا طبعا يعني في عقائد الاسلاميه مؤمنين به. ولكن حتى الصحابه اللي هم عصروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عايشين منه وكانوا قريبين منه ونزل على النبي الوحي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني سمعوا القران بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستطيعوا ترجمه معاني القران الكريم. كل واحد فيهم فسر القرآن بتفسير مختلف حسب فهمه وحسب قدراته العقلية واللغوية وما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ما فيش ترجمة واحدة للقرآن الكريم. يعني زي ما دكتور حسام قال قبل كده ان احنا عندنا حوالي 150 ترجمة للقرآن الكريم، وسمعت برضو معلومة من الدكتور احمد حسن ان احنا عندنا حوالي 500 ترجمة لترجمات من معاني القرآن الكريم. طبعا منها بقى الشيعية ومنها القديانية ومنها السنية ومنها ترجمات لغير المسلمين ولغير العرب والكلام ده كله. ولكن لما يكون اختلاف في كل يعني 500 ترجمه معناه ان 500 راي 500 فكر، فده معناه ان القران الكريم، وطبعا ده اللي عايزين يعني نطلع بيه من النهارده من المحاضره، ان القران الكريم لا يترجم. احنا بنحاول نفسر معاه القران الكريم بفهمنا وبدراستنا طبعا للتفسير واللغه الى اخره. طبعا الثلاث جمل اللي جايين دول في غايه الاهميه بمكان. يجب أن تعرف ما الذي تتعامل معه، ما النص الذي تتعامل معه. أسلوب القرآن عالي السمو ومميز للبيان والإعجاز، وهذا يظهر في الفخامة البلاغية والفصاحة البالغة والنثر الإيقاعي والحبكة القصصية والتنسيق البارع بين المعاني وموسيقى الكلمات. يعني حتى ربنا ما قال فأتوا بسورة من مثله، فربنا طبعا بيحاول يعني يقول للناس أنت مش هتقدر تعمل كده. يعني اللفظ القرآني أو النص القرآني أو الصور القرآنية معمولة بأسلوب ما فيش حد لقبل كده ولا بعد كده أقدر أجيب زيه، لأن هذا كلام الله. تمام؟ انتقال دائم من ضمير المتكلم لضمير الغائب، وهذه النقلة اللي بيسميها علماء التفسير بظاهرة الالتفات، وطبعا ده مش موجود غير في القرآن الكريم. صعوبة نقل الخصائص البلاغية للقرآن سواء كانت تمثل في علم المعاني، واندرج تحته الإطناب والحذف والتقديم والتأخير والاستفهام وعلم البيان والتشبيه والاستعارة والكناية وعلم البديع والطباق والمبالغة والنظم والفواصل والتكرار. كل ده موجود في القرآن ومش موجود في حاجة تانية. هتقول لي ما في حاجة اسمها نصوص شعرية وفي نصوص وفي أدب، وبيحاول يحاكي الأسلوب القرآني، ولكن طبعا ما بيقدرش. القرآن الكريم هي معجزة لغوية في حد ذاتها. وعشان كده الناس لما كانوا بيقولوا الرسول ده موسى كان عنده 9 آيات ومش عارف ايه، وسيدنا عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله والكلام ده كله، طب فين معجزتك؟ معجزتك يجب أن تكون في
الشيء الذي هناك فيه كفاءة. هو العرب كانوا يعني بيتفخرون باللغة والقدرة على الحفظ والبلاغة والقصائد والمعلقات إلى آخره، والمعلقات اللي كانت توضع على سطح الكعبة وعلى جدران الكعبة إلى آخره. فلازم يكون القرآن في الحاجة اللي أنت بارع فيها. يعني حتى سيدنا موسى لما ربنا اداله الايات اللي هي موضوع ان يلقي عصاه فاذا تلقف ما يفكون والكلام ده كله، وتحويل العصا الى ثعبان والكلام ده كله، لان القوم بتاعه كان يعني قوم موسى وقوم فرعون في التوقيت ده كانوا مشهورين بالسحر. فلازم تكون المعجزه في النطاق الذي يتفوق فيه الناس الذي ارسلها اليه من النبي او اليه من النبي بالمعجزه. فطبعا القران الكريم كان معجزه في حد ذاته وما زال معجزه في حد ذاته. عشان كده القران الكريم هي معجزه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان هي معجزه الاسلام القران الكريم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جات له معجزات كتيره جدا جدا، زي موضوع انشقاق القمر وانشقاق صدره والى اخره، وطبعا ده مش موضوعنا. ولكن المعجزه التي يعني يجب ان نكون فخورين بها انها معجزه القران الكريم. ومن ناحيه التراكيب والاساليب، فمجال العرب فيها اوسع، فالجنس والعدد وعلامات الأعراب وصيغ الصرفية الثلاثية والرباعية المجردة والمزيدة، والحرية في نظم مكونات الجملة من تقديم وتأخير، والمشتقات بأنواعها المختلفة تساعد على أداء المعنى على نحو دقيق. عشان كده اللي يترجم معالي القرآن الكريم أو يدخل في هذا المجال أقل حاجة تكون عارف كل الحاجات دي، تمام. وطبعا زي ما قلت قبل كده إن الأفضل إن يكون في فريق يعني مع بعضه بيترجم معاني القرآن الكريم. وعلشان كده الترجمات الثنائية مثلا زي هلال أند خان مثلا، يعني بتلاقي الترجمة دقيقة جدا جدا على الترجمات الفردية، تمام. وبرضه لما مثلا قريب الله وأحمد درويش لما برضه عملوا ترجمة ثنائية الخاصة بهم، يعني الترجمة دي هتلاقي أدق شوية، لأن طبعا الرأيين أفضل من رأي والثلاث آراء أفضل من رأي. وبرضه بقرر كلامي، القرآن يحتاج إلى فريق لترجمته وليس شخصا واحدا. ندخل بقى على المجال التالي اللي هو السيناتكس والستايل. طبعا ان بعض الايات في القران الكريم يجب ان تفهم كما قلت قبل ذلك فهما صحيحا قبل ترجمتها. ففي قوله تعالى مثلا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، كيف تترجم لفظه كن فيكون؟ يعني الأفضل ترجمة ترجمت اللي هي be and it is. كن يعني be، تمام، and it is وفيكون، تمام. فعبد الله يوسف علي ترجم بعض الآيات مثلا بطريقة خاطئة، وبرضو عايزين نتكلم في الموضوع ده إنه ليس هناك ترجمة خاطئة، ما فيش حاجة اسمها ترجمة خاطئة، في حاجة اسمها ترجمة صحيحة وفي حاجة اسمها ترجمة أصح وأدق، تمام. لأن كل واحد بيترجم، هل هو كان بيترجم حسب ثقافته، حسب فهمه، هل حسب عقيدته، هل هو بيفسر القرآن بطريقة لغوية، هل هو بيفسر القرآن بطريقة ثقافية، هل هو بيفسر القرآن بطريقة العقائدية. يعني مثلا هلال أند خان هو كان موجود في السعودية، الهلالي والخان الاتنين كانوا موجودين في المملكة العربية السعودية. وطبعا معروف ان السعودية مثلا موضوع تحكيم الشريعة الإسلامية إلى آخره. فهو لما فسر أو ترجم معالي القرآن الكريم كان مراعي البيئة اللي هو موجود فيها، فعشان كده هي أكثر مبيعا في السعودية. عشان كده هلال أند خان لما بتيجي تدور في ترجمة معاني القرآن الكريم الخاصة بهم هتلاقي الموضوع الترجمة يعني عقائدية بحتة، تمام. بعد كده يعني مثلا لفظ زي اللي قاله عبد الله يوسف أو ترجمة عبد الله يوسف في مثلا يوم نحشرهم، مثلا يوم نحشرهم هو ترجمها one day shall we gather them. فأنت لو متش فاهم كلمة يوم ازاي تترجمها لن تكون بترجمه النص ترجمه صحيحه، تمام. هتقول لي طب انا عرفت كلمه يوم ازاي، ما هو يوم يعني يوم ما. لا، مش حاجه اسمها يوم ما، ربنا حدد اليوم بس انت ما انتش عارفه. ربنا حدد اليوم، تمام. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، تمام. اليوم ده ربنا محدده بس انت ما انتش عارفه. ما ينفعش تقول ها one day، لان قلت one day معناها ان ده ممكن يجي او ممكن ما يجيش، وطبعا مش ده النص اللي عايزه. هو عايز يقول لك ايه، ان في هذا اليوم سيجمع الناس، فلازم تقول on the day او on that day، لان ده معناه ان هذه حقيقه لا يمكن ان تقبل الجدل، on the day or on that day. وبرضه لما ترجم عبد الله يوسف ان يشاء يذهبكم مثلا، تمام، فقالها او قال عنها if it were his will،
if it were his will. طب ما هو طالما في where يبقى في weren't، تمام؟ إذن دلوقتي هو ربنا ممكن يعمل أو ما يعملش، تمام؟ إن يشأ هنا معناها if he wills، if he wills أفضل ليها إنك ترجمها if he wills بدل من ترجمها if it were his will. بعد كده ترجمة الآية الأخيرة في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وأنا بقوم بترجمة أو بتحضير المحاضرة، يعني الحمد لله قمت بترجمة سورة الفاتحة ب16 ترجمة مختلفة، وكمان قصار الصور من سورة البلد إلى سورة الإخلاص ب16 ترجمة مختلفة عشان أشوف أسلوب الترجمة بيكون عامل إزاي. فلقيت الحمد لله إن محدش مترجم اللي غير مغضوب عليهم معناهم النصارى، سوري مغضوب عليهم اللي هم اليهود والضالين هم النصارى. انت فهمت الموضوع ده منين؟ هتقول لي في نص اسلامي بيقول كده، او في مثلا تفسير اسلامي بيقول كده، انت بتترجم ايه؟ مش بتترجم يعني نص قراني؟ خلاص خليك كونسايز في اللي انت بتعمله، ما تزودش حاجه مش موجوده اصلا. هتقول لي طب ما هو الفهم كده، ما هو الكلام ده موجود في التفاسير مش موجوده في الترجمه. فانت وانت بتترجم ترجم النص كما هو موجود، بل بالعكس انت ممكن لو انت ترجمته وسرعته وعملت الموضوع ده ان المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، وان كان في بعض التفسير بتقول الكلام ده، انا لما اجي اقرا ترجمتك مش هؤمن بالدين اللي انت بتدعو عليه، تمام؟ انت من اول ما بتفتح الكلام معايا بتقول انا مغضوب عليه كيهودي، وقبل ما تفتح الكلام معايا بتقول على نصراني ان انا ضال، لا، تمام؟ فعشان كده البروفيسور عبد الحليم هو بيترجم ذا قران كان يعني كونسايز جدا جدا في الموضوع ده، قال يا جماعه انا عامل الموضوع ده عشان خاطر الناس تؤمن بالاسلام وتدخل الاسلام. فانا بالنسبه لي هترجم الله جد عادي خالص، تمام، ومش هتطرق لاي مساله عقائديه. انا عايز الناس اللي هتشتري الكتاب بتاعي تفتح الكتاب تقرا عن الاسلام تفهم يعني ايه اسلام تدخل الاسلام، as simple as that، خلاص قولا واحدا، تمام. فعشان كده the way of those on whom you have bestowed your grace، في ناس بقى ترجم بقى غير المغضوب عليهم اللي هي الترجمة اللي المفروض تكون موجودة عليها مثلا who earned your anger أو who earned your wrath أو إلى آخره، such as the Jews. أنت جبت الكلمة دي منين؟ هتقول لي من التفسير، خلاها في التفسير ما تترجمش بيها، طبعا ده رأي الشخصي يعني. nor of those who went astray اللي هم إيه؟ اللي هم المسيحيين. أنت جبت كلام ده منين يا ابني؟ من التفسير، خلاص اقرأ في التفسير وخلي التفسير، ما تكتبش حاجة في الترجمة، لأن الترجمة ديت يعني حتى الرسول يعني أو الحكمة خاطب الناس على قدر عقولهم. أنت لما تقول له بسورة الفاتحة أول ما تبدأ بيها إنك مغضوب عليهم وأنت ضال، ما حدش يؤمن برسالتك ولا حد يؤمن إيه؟ بدينك. طبعا في المعلومة ديت يجب أن نضعها في الحسبان. بعد كده ترجمات أخرى لبعض الألفاظ الموجودة في القرآن الكريم، مثلا يعني مثلا وجوه يومئذ خاشعة، فأنت الترجمة مثلا some faces that day will be humiliated، حلو جدا حلو جدا. طب إيه بقى موضوع الـ hellfire والـ faces of disbelievers أو unbelievers والـ Jews والـ Christians والكلام ده كله؟ هل الكلام ده موجود في الآية؟ لا مش موجود في الآية. ففي بعض الناس بتشدد شوية وتقولك دي ترجمة خاطئة أو هذه خيانة لبدء الترجمة، لأن الآية ما ذكرتش كلمة المسيحيين أو اليهود إلى آخره. فأنت دلوقتي أدخلت شيء على النص لم يكن موجودا فيه، هتقول لي برضو نفس الكلام، ما هو التفسير موجود في الكلام ده، خلاص خلي التفسير في الكلام ده، تمام. أنت عاوز تعمل إيه؟ أنت بتترجم كلام الله عشان خاطر الناس، مفروض يعني ده غرض كل المترجمين اللي في الدنيا يعني، تمام. يعني اي واحد لما يدخل على ترجمه نص مقدس سواء مثلا الحديث النبوي الشريفه او القران الكريم او الحديث القدسي او اي نص مقدس، انت عندك غرض من الموضوع ده. انت ايه عايز؟ تظهر البلاغه اللغويه، حلو جدا اعمل كده. عاوز مثلا تخلي الناس تؤمن بالرساله الاسلاميه والدين الاسلامي، تمام، يا ريت تعمل كده، تمام، بس ما تدخلش حاجات او حشو زايد على حاجه في غير موضوعها، تمام. وبرضه اعرف ان من الناس اللي انت هتبيع لهم الكتاب بتاعك او الترجمه بتاعتك، هل مثلا الترجمه دي هتكون مثلا وورلد وايد مثلا او انترناشنال كل الناس هتقرا منها، ولا الترجمه خاصه بالناس اللي موجودين عندك مثلا؟ يعني مثلا واحد مصري مثلا، يعني واحد مصري ترجم معاني القران الكريم والكتاب ده هيتباع في مصر، لا براحتك بقى اعمل اللي انت عايزه، خلاص بقى انت 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 في بيئه مصريه والناس عارفه وطبعا بيئه متشبعه بالازهر وعلماء الازهر والشيوخ والبيئه المصريه ما شاء الله بيئه متزينه يعني
يعني في حد ذاتها، فانت ممكن في الحاجات دي تقدر الى حد ما تسرح شويه. انما مثلا انت الكتاب ده هيكون انترناشونال، الناس كلها تقراه، فهتقول له سوره الفاتحه الضالين المغضوب عليهم، وبعد كده تتكلم على الهيل فاير وانتوا داخلين النار والجويس والكريستيانز والحاجات دي كلها، يبقى انت كده بتنفر الناس من الدين بتاعك. تمام. حتى كلمه ترجمه المسجد الحرام مثلا او كلمه الحرام، تمام، طبعا كلمه الحرام لها يعني استخدامات مختلفه. كلمه الحرام، هل الحرام معناها المقدس؟ تمام. ولا الحرام معناها باند او بروبيتد مثلا؟ فانت دلوقتي انت ترجمت المسجد الحرام على اي اساس انها ذا بروبيتد موسك او ذا باند موسك؟ لا، انها الحرام معناها المقدس، فلازم ترجمها ذا هولي موسك او ذا هولي مسجد الى اخره. تمام. فانت لو برضه بقرر كلامي تاني، انت لو ما فهمتش النص العربي تمام والكونتكست اللي انت موجود فيه، اكيد هتترجم ترجمه خاطئه، وخصوصا انك تتعامل مع نص مقدس. بعد كده من برضه الترجمات اللي الواحد يعني سبحان الله يعني بيقول هو فهمها كده ازاي. تمام. وان كان طبعا هو هلال اندخان يعني اغلب الترجمات بتكون ان شاء الله صحيحه يعني، ولكن هو فهمها بالطريقه دي ازاي؟ طبعا احنا كلنا يعني عباد لربنا وكلنا سليفز لربنا، وطبعا نشرف ان احنا سليفز لربنا وان احنا عبيد لربنا. تمام. بس النص بيقول لك كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. كلمه عبادي هنا معناها worshippers، معناها يعني من يعبد الله، اللي فهمك انها عبد او رقيق الى اخره. انت تقول لي طب ما هو المعنى ممكن نقتضي ذلك، تمام، ما فيش مشكله، ولكن عبادي عبد، تمام، يعني يعبد الله، يعني والشبر هيكون افضل جدا جدا من كلمه سليفز اللي معناها الرقه ومعناها العبوديه. طبعا احنا مسلمين ونشرف ان احنا نكون عبيد عند ربنا، يعني عبد الله امه الله، دي ده اشرف حاجه. ده حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير ان يكون ملكا رسولا وان يكون عبدا رسولا، قال اريد ان اكون عبدا رسولا. تمام. فطبعا هذا شرف يعني كبير جدا جدا، ولكن يجب ان تراعي ما معنى النص، تمام، قبل ان ترجم. عشان كده كل التراجم الاخرى مترجمه كلمه عبادي worshippers، الا مثلا اخونا هلالي اندخان. بعد كده ندخل على جانب الاخير من المحاضره ان شاء الله. تمام. وبعد كده ان شاء الله هترك المجال للاستاذ صبا والاستاذ ده نكمل معاكم ان شاء الله. اللي جاي ده مهم جدا 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 يا جماعه. في بعض النصوص قد تكون متشابهه في المعنى، وده اللي هبدأ بيه إن شاء الله. وبعد إن شاء الله 5 دقايق من الآن هتكلم على بعض الألفاظ القرآنية اللي موجودة في أكثر من معنى، وكل لفظ منهم لو أنت فهمته غلط هتدمر الدنيا تماما. فركزوا معايا في آخر الجزء من المحاضرة إن شاء الله. كلمة اشتبه، يعني مثلا ربنا قال كلمة يشتبي أو اشتباء إلى آخره في أكثر من لفظ. يعني مثلا لما ربنا قال واشتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، سورة الأنعام، ولكن الله يشتبي من رسله من يشاء، سورة آل عمران، وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث في سورة يوسف، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. كل ده معناه إيه؟ اللي هو الاختيار. تمام. واخترناهم وهديناهم، ولكن الله يختار من رسله، وكذلك يختارك ربك، فاختاره ربه فجعله من الصالحين. فكل ده معناه الاختيار. فأنت دلوقتي لما تيجي تترجمهم هتترجمهم بالطريقة دي، واشتبيناهم we chose them، ولكن الله يشتبي but Allah chooses، وكذلك يشتبيك thus will your Lord choose، فاشتباه ربه فجعله من الصالحين. نفس القصة then his Lord chose him and made him of the righteous. بعد كده نتكلم على موضوع الترجمة الحساسة، والسؤال ده ياريت كل الناس اللي موجودين معايا يجاوبوا على الشيء. Translators of the Quran should render the meaning as faithfully as possible. Translator of the Quran should render the meaning as faithfully as possible. يعني معنى كده أن مترجم معاني القرآن الكريم يجب أن ينقل المعنى بأمانة وبصدق قدر المستطاع. T or F, true or false. قلت الناس على الشات تكتب لي صح ولا خطأ، عايز تكتب true or false اكتبها، عايز تكتب T or F اكتبها، عايز تكتب صح أو خطأ ما عنديش أي مشكلة، ولكن أنا عاوز أشوف الدنيا ماشية إزاي. هل المترجم الخاص بترجمة معاني القرآن الكريم يجب أن ينقل النص بأمانة وبثقة وبصدق، ولا الموضوع عبارة عن copy paste وأنا راجل في اللغويات ماليش حل، وأنا ممتاز واخد دكتوراه في اللينجويستكس وفاهم كل حاجة وحافظ لي 9000 كلمة، فأنا خلاص دلوقتي بقيت عارف كل المعاني اللي موجودة في القرآن، يلا copy paste كده وانقل؟ لا،
ولا لازم يكون فاهم النص الأول، وكمان أنقل النص بكما هو كما هو، مش بنقله بمعانيه، لأن القرآن لا يترجم. لا طبعا، أنا بتكلم على إنك بتنقل المعنى اللي فهمته من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى النص الآخر، سواء كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو بالألمانية إلى آخره، ولكن بأمانة وثقة. بعد كده هنوصل للجزء إن شاء الله الأخير معانا، وهي معايير ترجمة معاني القرآن الكريم. وطبعا بقول معاني القرآن الكريم، لأن القرآن اتفقنا من أول محاضرة، والأستاذ أشرف كمان ركز على الموضوع ده وقال إن القرآن لا يترجم، القرآن نص مقدس، احنا بنحاول نفهمه باللي احنا نجيب تراجم بتفهم المعنى إلى حد كبير. تمام، ويريد بس الأخ اللي عمال يعمل يعني علامات على الشات ده أو خطوط على الشات، يعني يا ريت تركز معانا وبلاش بتعمله ده. بعد كده ايه المعايير اللي المفروض الواحد بيعملها او بيكون مراعي ليها وهو بيترجم معاني القرآن الكريم؟ اول حاجة الكلير كوميونيكيشن، يعني التواصل الواضح. يعني ايه؟ It was decided that actual translation would be done only by those who speak the target language as their mother tongue. Why? No one else can clearly and consistently communicate the message like mother tongue speakers to their own people, and each translation is produced on a reading level suitable for the common person. يعني معنى صح ايه؟ بيقول لك هنا ان اللي المفروض يترجم معاني القرآن الكريم يكون يعني متشبع بالثقافة العربية، تمام؟ لأن ربنا قال قرآنا عربيا، فأنت ازاي هترجم مثلا نص قرآني مقدس له من القدسية دي بمكان زي القرآن الكريم مثلا وأنت لا تدري عن اللغة العربية شيئا؟ هتقول لي طب ما أنا ممكن آخد ترجمة من الترجمة السابقة مثلا بالأردية مثلا، لو أنا مثلا هندي أو باكستاني، وهاخد الترجمة وترجم إنجليزي. لا، اللغة الأردية ها لا تستطيع أن تستوعب اللغة العربية. طب واللغة الفرنسية تقدر؟ لا. طب الصينية ممكن؟ لا، برضو ما ينفعش. اللغة العربية هي اللغة الوحيدة القادرة على استيعاب أي لغة أخرى، حتى الصينية واليابانية، إنما اللغات التانية ما عندهمش القدرة إن هم يستوعبوا ثقافة اللغة العربية وقوة وبلاغة وعروض اللغة العربية ونحو اللغة العربية وصرف اللغة العربية. فعشان كده يجب أن يكون المترجم طبعا ينصح بذلك، يعني وإن كان طبعا بعض الترجمات كانت من ناس غير مسلمين أو ناس مش عرب أصلا يعني، ولكن الأفضل أن يكون المترجم لمعاني القرآن الكريم أن يكون يعني عربيا أو تشبع بالأصول العربية. بعد كده accuracy and faithfulness، اللي هي الدقة والأمانة. وانت بتترجم النص ده موجود، ترجمه بعد فهم معناه وبعد انك تراعي التفاسير كلها، تجيب تفسير السعدي وتجيب التفسير الميسر اللي الاستاذ اشرف كان بيتكلم عليه، وتجيب مثلا تفسير الجلالين وصفة التفاسير وتفسير مثلا الشنقيطي والتفسير مثلا ابن كثير، تجيب الحاجات دي كلها. خلاص طلعت فكرة عامة، ابدأ يا عم ترجم ان شاء الله. وبرضه استفتي قلبك وافتك الناس، ممكن تلاقي بعض التفاسير في حاجة معينة كلهم متفقين عليه، وفي بعض الحاجات تلاقيهم مختلفين جدا جدا. فلما يكون في اختلاف بقى، حاول بقى تشوف اقرب شيء للصواب ايه. تمام، لان كلنا ايه بنحاول نصل الى ايه، الى الحقيقة، ومش هنعرف، مش هنعرف ليه، لان ربنا هو الوحيد اللي بتختص نفسه بالحقيقة. حتى كده لما تترجم كلمة الحق هتقول ده تروث، هترجمها في أسماء الله الحسنى هترجمها ذا تروث. طب احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نصل الى مرحلة الصواب. هتقول لي عندك دليل؟ عندي دليل، الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اذا ربنا هو الوحيد اللي بيقدر يقول الحق، انت بتحاول تعمل حاجة اسمها الصواب. تمام، فعشان كده كل الترجمات صحيحة بتصرف، تمام، وهناك ترجمة أصح برضو بتصرف. طب إحنا إمتى بقى هنفهم ترجمة معاني القرآن الكريم؟ في الدنيا؟ لا يا حلو، مش في الدنيا، في الجنة. تمام، ليه؟ لأن قدراتك العقلية اللي ربنا خلقك بيها، تمام، مش قادرة تفسر المعاني القرآن الكريم، لأن طبعا القرآن معجزة لغوية في ذاتها. طب إمتى بقى هتقدر تفسر القرآن الكريم كما هو؟ لما تدخل الجنة إن شاء الله. ليه؟ ساعتها قدراتك العقلية هتكون مؤهلة إنها تفهم معاني القرآن الكريم اللي ربنا نزله، إنما قبل كده لا. عشان كده في 50 ترجمة وخمسين تفسير، وكلهم مش متفقين مع بعض. عندك دليل؟ عندي دليل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. كلمة زيادة الواحد لما بحث فيها قال لك إنها ترجم أكثر من معنى. هل الزيادة هنا معناها رؤية وجه الله، ولا زيادة معناها
تلاوة القرآن بصوت الله تبارك وتعالى. تخيل بقى لما القرآن ده اللي ربنا نزله ربنا يقرأه بنفسه، ولا زيادة هي فهم معاني القرآن الكريم. فكده كده إن شاء الله أنت سيادتك وأنا وأي مترجم مش هتفهم، أو حتى الصحابة نفسهم تمام مش هيفهموا معاني القرآن الكريم غير إيه؟ غير في الجنة إن شاء الله. أنا بنحاول نفسر المعاني بقدر المستطاع بحيث الناس تقدر تؤمن به كتاب الله وأنه معجزة خالدة في حد ذاتها. طبعا ومن الحاجة الثالثة depending only on accredited interpretations، إنك طبعا تعتمد على إيه؟ على يعني تراجم معتمدة، ما تجيبش أي ترجمة خلاص، ما تجيبش مثلا ترجمة لواحد مثلا مش مسلم وتعتمد عليها. طب هتقول لي هو أمين في النص أو نقل النص؟ طيب بس برضه مش متشبع بالثقافة الإسلامية، هو راجل كوبي بيست، هو فهم النص وترجمه خلاص، طب هو مش متشبع بالثقافة الإسلامية. عشان كده بذكرك تاني، ها، bilingual وbycatchual، عملت الاثنين دول إن شاء الله بتنجح في الترجمة عموما والترجمة الدينية خصوصا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، دي كل الترجمات الخاصه بها من 16 ترجمه تقريبا، وطبعا مش عايز اضيع وقتكم، فالجزء ده هترجمه الاستاذه دانيا ان شاء الله في الجزء القادم ان شاء الله. ولكن بس وانا بشوف الترجمات والاختلاف ما بينها الى اخره، لقيت دكتور عبد الحليم في ترجمه القران عمل حاجه مختلفه عن كل الناس. يعني كل الناس مترجمه the merciful the all merciful the most compassionate the most merciful the most gracious the merciful، كل الناس عامله بترجمه بالمنظر ده الا هو. قال لك ان ذا جاد، احنا قلنا خلاص بقى هو بيعتمد على كلمه جاد بدل الله عشان خاطر يقدر يوصل الرساله الاسلاميه للناس اللي موجودين في الغرب. طيب لورد اوف ميرسي يعني مفيش بينيفيشنت اهو، ومفيش gracious ومفيش compassionate، الكلام ده كله مش موجود. هو ترجمها ازاي؟ The Lord of Mercy، رب الرحمة. The Giver of Mercy، معطي الرحمة. هو حاول يفسر الفرق بين الرحمن والرحيم، لأن الرحمن هو الذي تدوم رحمته، أما الرحيم هو أعلى درجات الرحمة. علشان كده في بعض الأسماء ما ينفعش تسمي نفسك بيها، وطبعا الأستاذ صبا هتتكلم على الموضوع ده، هناك أسماء ما ينفعش تسمي نفسك بيها خالص، ما ينفعش تسمي نفسك رحمن، إن ممكن تكون رحيم تمام. يعني بمعنى اصح هناك بعض اسماء ذات الحسنى الذي قد يسمى الناس بها تمام. ممكن تسمي نفسك عبد الرازق، انما اكيد مش تسمي نفسك رزاق، لان الرزاق هو الله. خلي بالك في الجزء العقائدي ده تمام. وكمان انك تفهم ان اسماء الله الحسنى مش ال 99 اسم اللي احنا حافظينه، وده الجديد بقى ان شاء الله عندنا النهارده. طب اسماء الله الحسنى كم اسم؟ انا بعد بحث عميق وربما قد اكون مخطئا، طلع ان اسماء الله الحسنى 109، 109 مش 99. ان شاء الله انا هشار معكم الملف ده عشان برضو الوقت، يعني ضيق الوقت، هشار معكم الملف ده وهقول لكم ايه افضل ترجمات خاصه باسماء الله الحسنى. لان دخلت على بعض المواقع امس لقيته مترجم ترجمات لا تليق بلفظ الجلاله تبارك وتعالى. ربنا اكيد مش فاشنر ولا فاشونيست عشان خاطر تقول لي فاشنر، انت ما فهمتش النص اصلا اللي انت بترجمه، عشان كده ترجمتك كانت خاطئه تمام. مش حتى انت حاولت تجيب لفظ انجليزي ما عرفتش، لان اصلا اللفظ ده مش موجود عندك تمام. فان شاء الله هحاول ابعت لكم الملف ده، والله اجتهاد يعني ايام واسابيع عشان خاطر اوصل لايه اسماء الله الحسنى بتترجم ازاي. وفي بعض اسماء الحسنى اسماء الله الحسنى ادخلت على اسماء الله الحسنى وهي اصلا مش اسماء الله الحسنى، فالموضوع محتاج بحث ومحتاج تدقيق وتفحيص وان يكون فعلا اللي بيقرا يعني فاهم اللغتين، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه. ربنا اكيد اكيد يعني مش فاشنر. هتقول لي طب هو انت بتحاول تبسط المعنى، تبسط المعنى بس انت تتكلم عن الذات الالهيه، تتكلم عن ربنا تمام، فيجب ان تكون دقيقا في كلامك عن الله تمام. طبعا زي ما وعدناكم النهارده نتكلم على البيلرز الاسلام، وطبعا ده هيكون اول حديث معانا ان شاء الله المحاضره القادمه. هنتكلم طبعا عن اركان الاسلام والايمان الى اخره، ولكن جاست فور توداي النهارده بس المفروض تعرف اركان الاسلام واركان الايمان واركان الاحسان. طبعا الحديث المشهور بتاع شديد بياضي الثوب شديد سواد الشعر، الحديث بتاع سيدنا عمر اللي هو سأله عن الإيمان وسأله عن الإسلام وسأله عن الإحسان إلى آخره. فالأقل أنت كمسلم عشان تقدر توصل عقيدتك للناس الآخرين يعني مفروض تعرف على الأقل يعني أركان الإسلام بالإنجليش يعني إيه، وأركان الإيمان بالإنجليش يعني إيه، وكمان أركان الإحسان بالإنجليش يعني إيه. مثلا الإسلام لما سأله عن ما هو الإسلام قال له
أن تشهد أن لا إله إلا الله, to testify that none has a right to be worshipped but Allah, وأن محمد رسول الله, and that محمد صلى الله عليه وسلم, ممكن طبعا ترجمها peace and blessings of Allah be upon him عادي خالص, is the messenger of Allah. تمام, تعالى بقى في اللي جاية دي, ها, وإقام الصلاة, مش أنا عارفة اللي هي do prayers, هنا عندك observe prayers, خلي بالك يعني لو قلتها دو غلط لا ممكن تقولها دو صح, ولكن طبعا المترجم فيه فرق كبير جدا بين observe ها و do, ايتاء الزكاه واقام الصلاه. هتقول لي اقام احسن دو, ماشي ممكن تعملها دو عادي, ولكن الافضل تخليها observe. باي زكاه, شفت مترجم كلمه زكاه ازاي, ما ترجمهاش charity ولا arms ولا arms given ولا given arms والحاجات دي كلها, ترجمها زكاه. ليه؟ لان ما فيش مكافئ في اللغة يساوي هذا المعنى. طب كمان بالنسبة لموضوع الصوم, ممكن اكتبه صوم اللي هي S-A-U-M عادي خالص, ما عندكش مشكلة. fasting, هتقول لي طب ما عند, طب ما في كلمة مرادف اسمها fasting, ما هو الصيام عندك غير الصيام عندهم, انت بتصوم من ايه؟ من الفجر مثلا حتى المغرب, حلو جدا. هو بيصوم ايه؟ بيصوم الايام الخاصة مثلا بالديانة المسيحية والديانة اليهودية مثلا يعني. هل طريقة الصوم مختلفة ولا مش مختلفة؟ اكيد مختلفه. فانت عايز تقول ان الصوم بتاعي اللي بتكلم عليه هو الصوم الاسلامي, خلاص استخدم كلمه صوم افضل. انت بوصل رسالتك لبره, ها خلاص خليها فاستنج, بحيث ان يفهم يعني كلمه فاستنج هو انك تمتنع عن الطعام والشراب الى اخره. بعد كده perform حج او pilgrimage of the house provided you have resources of making journey to it, الى ما استطاع اليه سبيله. نفس المعضله ونفس القصه, هترجمها حج ولا ترجمها pilgrimage؟ والله حسب انت النص, انت هتتكلم على مين, على واحد مصري في مصر, واحد سوري في سوريا, واحد مثلا اردني في الاردن, واحد فلسطيني في فلسطين, خلاص يا عم ترجم الحج ان المفهوم ده موجود عند المسلمين. طيب هترجمها بره خليها بالجرامج عادي. طب ما هتقول لي نفس النص ونفس القصه, نفس القصه ونفس النص, هم عندهم الصوم بتاعهم مختلف عن الصوم بتاعنا, عندهم برضو الحج بتاعهم مختلف عن الحج بتاعنا, فالافضل ان تسبقه بالصبغه الاسلاميه, لان كلمه الحج عندنا عندها ارقام بقى مزدلفه ومن الى اخره, مختلفه جدا عن البيجراميدج اللي هم مثلا بيحجوا الى اماكن مقدسه الى اخره. بيلرز اوف ايمان, ها, ان تؤمن بالله, بيليف ان الله, ملائكته, هيز انجلز, كتبه, هيز بوكس, رسله, هيز ماسنجرز, واليوم الاخر, اند ذا لاست داي, وبالقدر خيره وشره, and that you believe in destiny, its bad and good consequences, اللي هي بالقدر اللي هو طبعا destiny, وخيره وشره اللي هي طبعا good اللي هو خيره وبad اللي هي شره. عايز ترجمها evil ما عندكش مشكلة خالص. بعد كده أخيرا pillars of Islam أو أركان sorry pillars of إحسان اللي هو أركان الإحسان, أن طبعا موجود في النص العربي عندنا, أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه وتعالى يراك, اللي هي worship Allah as you are seeing him and although you do not see him he sees you. ترجمة الله اسماء الله الحسنى طبعا هتكون مع الأستاذة صبا إن شاء الله, هتبدع إن شاء الله فيها. ولكن بقى تعالوا على الجزء الأهم جدا 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 في المحاضرة, ركز معايا ركز معايا, ويريد تفتكر الأستاذ أشرف هو بيكلم المحاضرة اللي فاتت كان متنرفز إزاي علشان اللي احنا هنقوله دلوقتي إن شاء الله, موضوع أن تفهم الكلمة في سياقها. كلمة أم مثلا موجودة في القرآن الكريم 4 مرات مثلا يعني, وكل مره منهم لها ترجمه مختلفه, فانت لو انت ما انتش فاهم كلمه ام معناها ايه, هترجمها كلها نيشن 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 نيشن, يا سلام, هترجمها كده. طب بالنسبه للنص القراني والسياق القراني هو عايز كلمه نيشن؟ لا, مثلا في الايه الاولى ولقد بعثنا في كل امه رسولا, كلمه امه معناها هنا ايه؟ معناها طائفه, فالترجمه مثلا سكت مثلا يعني. مثلا في الآية الأخرى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله, أمة برضه هتكون نيشن يعني, يا سيدنا إبراهيم كان نيشن لحاله؟ لا, هنا معناها إمام يعني إمام أو ليدر أو بايونير إلى آخره. وطبعا إحنا بنحاول نعمل هاي كوبي من اللفظ القرآني, إنما الحقيقة مش بنعرف نعمل ده. الملة, إن وجدنا آباءنا على أمة, كلمة أمة هنا مش معناها إيه؟ مش معناها نيشن, هنا معناها ريليجن, إن وجدنا آباءنا على دين, يعني وجدنا اللي كان بيكلم فيروس أشرف من شوية لما كان بيكلم إيه, وجدنا آباءنا على إيه بقى, على الأمة, أمة أكيد مش نيشن, هنا معناها ريليجن, يعني وجدنا الملة التي عليها آباءنا وأجدادها, فحاولنا نعمل نفس القصة اللي هم بيعملوها.
وكمان كلمة أمة ساعات بيكون معناها الزمن، ساعات بيكون معناها الزمن. ومنه قوله تعالى وادكر بعد أمة، هتقول لي هي remembered after nations، لا أو after nation، لا كده أنت معناها إنك ما فهمتش النص، إنما هنا وادكر بعد أمة أي معناها ادكر بعد زمن، يعني he remembered after time. بعد كده كلمة تعقلون. كلمة تعقلون موجودة في اللغة في يعني في لغة القرآن مثلا، يعني من طبعا صعب جدا نجيب كل كلمة تعقلون في القرآن، ولكن يعني باجتهادي يعني شخصي، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هنا كلمة تعقلون مش معناها تفهمون، هنا معناها لعلكم تتصرفون. فأنت لو ما فهمتش كلمة التعقلون على إنها التصرف أو حسن التصرف اللي هو behaving in a good manner، هترجمها ترجمة خاطئة. وساعات بيكون معناها تعقلون المعنى اللي انت فاهمه، اللي هو يعقل شيء معناها يفهم شيء. إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هنا معناها ايه؟ تفهمون، to make you understand. بعد كده كلمة الدين، وطبعا يعني وجدت العجب العجاب والله وانا احضر هذه المحاضرة، في ناس مترجمة كلمة الدين هنا معناها religion، يعني مثلا مالك يوم الدين ترجمها the master of religion. عشان كده ايه قلت لك يجب ان تكون bilingual وbilingual. هنا كلمه الدين معناها يوم القيامه، تمام، مش معناها الدين اللي هو ريليجن يعني، تمام. الدين تاره يراد به الجزاء كما في هذه الايه، يعني قوله تعالى مالك يوم الدين the sovereign of judgment day، وتاره يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. في بعض الترجمات ترجمه دينكم ولي دين يعني you have your religion or I have my religion or my own religion، ولكن والله يعني هذا ما أدين به أمام الله إن كلمة دينكم هنا معناها your way، يعني لكم طريقتكم في الحياة، سواء بقى الدين إلى آخره ولي طريقتي في الحياة، لكم دينكم ومنهجكم وأسلوبكم إلى آخره، ما هنا معناها your way ولي دين اللي هي my way. بعد كده معاني الفتنة في القرآن الكريم، طبعا ده أكثر لفظ هتلاقي له مترادفات، وكل لفظ منهم مختلف جدا جدا في المعنى. يعني وانا بحضر للمحاضره لقيت ان كلمه الفتنه في القران الكريم 14 مره، وكل مره معناها مختلف تماما. يعني مثلا لما ربنا قال والفتنه اشد من القتل، هنا الفتنه مش معناها انك تفتن على حد، يعني مثلا عرفت ان الاستاذ اشرف مثلا بيكره محمد، تمام، فراح اقول له يا عم ده الاستاذ اشرف بيكرهك، لا مش كده. الفتنه هنا معناها الديسبليف، الكفر يعني، والفتنة أشد من القتل أي معناها أن الكفر أشد من القتل. عشان كده وانت بتعقل الكلام تقول إزاي أمفتن على واحد ده أشد عند ربنا من ناقة الواحد، لا طبعا حتى المعنى بالمنطق لا يصلح، تمام. وأنا في الفتنة أشد من القتل معناها أن الكفر أشد من القتل. فأنت إذا لم تفهم السياق الموجود في القرآن في الكونتكست بتاعك أكيد هتترجمه ترجمة خطأ. بعد كده ساعات بيكون معنى الفتنة اللي هي الإزالة والصرف. ربنا قال إيه؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هنا كلمة يصرفوك أو كلمة يفتنوك هنا معناها يصرفوك، لا distract from، مش معناها الفتنة اللي أسمع عنك الكلام وراح أقول للناس، هو ده مش المعنى الموجود به. حتى كمان إن كلمة الفتنة ساعات بيكون معناها القتل، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هنا كلمة يفتنكم معناها يقتلكم أو يختلكم، هنا يكون معناها كيل ومردر وكل الكلمات الخاصة بالقتل وأساسينيت كمان لو أنت عايز. حتى كلمة أو كلمة الإضلال ساعات بيكون من معاني الفتنة الإضلال، قال تعالى ما أنتم عليه بفاتنين، هنا كلمة فاتنين معناها مضلين، فكلمة إضلال هنا أو كلمة فتنة هتترجمها مسليدنج اللي هو ضلال. حتى كمان الفتنة بيكون معناها الجنون، فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، هنا المفتون مش معناها اللي هو الشخص الذي فتن بفتاة مثلا أو بجمال فتاة إلى آخره، هنا المفتون معناها المجنون الذي فتن بالجنون، يعني ممكن ترجمها crazy أو insane أو mad out of his mind، كل الكلام الخاص بهذه الكلمة. ده حتى كمان بيكون معناها العذاب، يعني لما ربنا قال ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، هنا كلمة فتنتكم معناها عذابكم، أي ذوقوا عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون اللي هو البانشمنت أو التورشر. وكمان بيكون معناها ساعات الشر، وساعات بيكون معناها الشدة. إزاي؟ يعني ربنا لما قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هنا معناها إيه؟ معناها اختبار، ونبلوكم بالشر والخير اختبارا وإلينا ترجعون. فعشان كده نترجم الفتنة هنا إيه؟ ممكن ترجمها تست مثلا،
ما يكون بمعنى الفوضى والوقيعة والتفرقة. ساعات كلمة الفتنة بيكون معناها الفوضى اللي هي الكيوس مثلا. لما ربنا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يعني يبغونكم الفوضى، وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. هنا كلمة الفتنة معناها العيب أو الشر أو الفوضى أو الوقيعة أو التفرقة. ممكن ترجمها مثلا evil أو ترجمها chaos مثلا. وساعات بيكون معناها الإحراق بالنار. إيه علاقة الفتنة بالإحراق بالنار؟ موجودة يا سيدي والله في كتاب ربنا، لما ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. نتكلم على موضوع إيه؟ سورة البروج، وقضية البروج اللي هم كانوا بيلقوا الناس في المحارق، تمام؟ فهنا كلمة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات معناهم إن الذين أحرقوا أو عذبوا المؤمنين والمؤمنات، في ساعتها ترجمها إيه؟ كلمة بيرن مثلا أو كلمة تورشر إلى آخره. وساعات بيكون معناها الضلالة. من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا معناها الضلالة. ومن يرد الله ضلالته أو من يرد الله أن يضله، هنا معناها ديلوجن، مش هيكون معناها الفتنة اللي هي أن تفتتن أو تفتتن بجمال شيء معين أو بمال أو إلى آخره. وساعات بيكون معناها الفتنة المعذرة. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن معذرتهم إلا أن قالوا، هنا معناها اكسكيوز مش معناها فتنة، تمام؟ بالطريقة اللي أنت ممكن تكون فاهمة بيها. وكمان حتى بيكون معناها الإثم. تخيلوا إن كل كلمة من دول لها معنى مختلف، 14 لفظ في القرآن الكريم كل واحدة منهم مختلف، وكمان ترجمة مختلفة أكيد. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هنا كلمة ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الإثم سقطوا. ساعات كده هترجمها كلمة سن اللي هي الإثم أو الفتنة. العقوبة ساعات لما ربنا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم أو يصيبهم عذاب أليم. هنا كلمة فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، هنا معناها عقاب اللي هي punishment. وساعات بيكون معنى الفتنة المرض. يبقى إيه علاقة الفتنة بالمرض؟ وأنا اللي قلت الكلام ده، ده ربنا اللي قال. تعالوا معايا، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. هنا معناهم ايه؟ أولا يرون أنهم يبتلون في كل عام مرة أو مرتين، أو يمرضون في كل عام مرة أو مرتين. ممكن ترجمة مثلا getting sick. getting sick بيبقى إن الفتنة هنا معناها مرض. تعالوا بقى ندخل على موضوع الصلاة. جاء في القرآن الكريم لفظة الصلاة بالمعاني التالية. ساعات الصلاة بيكون معناها الدعاء بالمغفرة. عشان كده أنت لو دخلت في المصطلحات الإسلامية هتلاقي كلمة أن كلمة الصلاة مترجمة كأنها prayer، وكمان كلمة الدعاء برضه مترجمة كأنها prayer، تمام؟ فلما ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، معناها إيه؟ ادعوا لهم. أكيد ربنا مش هي يعني مش هيأمر الرسول أن يصلي على الناس يعني، تمام؟ فهنا معناها إيه؟ prayer. الصلاة بمعنى القراءة. ومن ذلك قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. حلو جدا. ولا تجهر بصلاتك، اي لا تجهر بقراءتك. هنا معناها ايه؟ الريسيتيشن او ريدنج ذا قران. الصلاه كمان بيكون بمعناها الدين. ومن ذلك قوله تعالى قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك. هنقول بقى they said to شعيب that your prayer is ordering you to make us leave whatever we are worshiping مثلا. لا طبعا، قال يا شعيب أصلاتك هنا معناها إيه؟ أدينك اللي هي طبعا religion. وكمان الصلاة بيكون معناها موضع الصلاة، يعني المكان اللي أنت بتصلي فيه. ربنا قال كده الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات. هنا كلمة صلاة مش معناها prayers اللي أنت بتصلي يعني الظهر والعصر والمغرب، هي معناها أماكن الصلاة اللي هي prayer places أو prayer positions، تمام؟ أو sites مثلا. وكمان كلمة الصلاة لها ترجمات أخرى. ساعات بيكون الصلاة معناها الصلاة العادية اللي أنت مأمور بيها، ها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. كلمة الصلاة هنا معناها prayer، الصلاة العادية، تمام؟ يا بنت الناس هنا وساعات بطلب أكثر من 100 ليرة. إيش؟ ليش طلع زكاة؟ إيه؟ ها قديش هنا؟
وكمان الصلاة ساعات بيكون معناها صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هنا كلمة الصلاة معناها Friday prayer يا صلاة الجمعة. وساعات صلاة بيكون معناها إيه؟ صلاة الجنازة، ربنا قال كده وموجود في القرآن، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هنا كلمة صلي على أحد هنا معناها إيه؟ prayer؟ هي prayer، بس أي prayer فيهم اللي هي funeral prayer. كلمة الظن، وبعدها إن شاء الله الأستاذة صبا والأستاذ داني يكملوا معاكم إن شاء الله. كلمة الظن، كلمة الظن لها كم ترجمة؟ كتير، حسب إيه؟ حسب فهم معناها في الكونتكست أو السياق اللي أنت بترجم ليه أو بترجم منه للنص الآخر. ساعات بيكون معناها الشك، هتقول لي طب ما هو معروف أهو، تعالى بقى اللي جاي هو اللي هيكون فيه اختلاف. ساعات الظن بيكون معناه اليقين. طب نبدأ بالأول الشك وبعد كده ندخل على اليقين. الشك قوله تعالى إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا كلمة الشك معروفة، الظن يعني واحد بيظن في حاجة يعني شاكك فيها يعني داوت، ما فيش مشكلة. ساعات الظن بيكون معناه اليقين، يعني الكلمة عكسها خالص خالص تماما. وظنوا أنه واقع بهم، هنا مش معناها think، هنا معناها تيقنة تمام. فاليقين هنا معناه certainty أو he was certain أو they were certain that it's coming to them تمام. وساعات بيكون معناها التهمة، وما هو على الغيب بضنين. هتقول لي أنت مكتوب بضنين، ففي قراءة أخرى بضنين عادي خالص، فهنا كلمة بضنين معناها بضنين يعني ها متهم اللي هي accused. وساعات بيكون معناها الحسبان، إنه ظن أن لن يحور، أي أنه حسب أن لن يحور، هنا برضو ممكن ترجمها thought تمام. وساعات بيكون معناها الرجحان، يعني إيه؟ يعني في أمرين وأحدهما أرجح على الآخر. إن ظن أن يقيم حدود الله، وقال الذي ظن أنه ناجي منهما، سورة يوسف. فكلمة هنا الظن معناها الرجحان، يعني معنى صح الأمر اللي هيقع تمام بالنسبة لسيدنا يوسف لما قال قال الذي ظن أنه ناجي منهما، يعني معنى صح سيدنا يوسف عايز يقول انه كان متيقن من جواه وكان الامر راجح من جواه ان هذا الرجل سوف ينجو وسوف يكون خارج السجن. فعشان كده قال له ايه؟ ان ظن ان يقيم حدود الله او الذي ظن انه ناجي منهما، هنا معناها think اللي هو رجحي. وساعات بيكون معناها علم كمان، وظن داود انها فتناه، معناها هنا مش معناها شك مثلا او كده، هنا معناها علم. وظن داود انما فتناه، معناها علم داود اننا فتناه او انما فتناه، فهي ترجمتها نيو، مش هيكون ترجمتها اي شيء اخر تمام. كده خلصنا الجزء الخاص بي، وطبعا في اخر المحاضره بشكر كل الناس اللي حضروا معايا، واخيرا بيدلكم بعض المواقع ان شاء الله هشير الباوربوينت معاكم على الجروبات الخاصه بالترجمه الدينيه و ترجمة معاني القرآن الكريم وإلى آخره. فالمواقع دي هتفيدك جدا جدا في بحثك، سواء مثلا أنت بتدور على الترجمة الدينية، المصادر اللي ممكن تشتغل عليها وبيها، مثلا بتحضر ماجستير، بتحضر دكتوراه، بتحضر دبلوم في الترجمة الدينية إلى آخره. فالحاجات دي هتفيدك جدا جدا. أول موقع طبعا هو كوربس قرآن تمام. طبعا فيش وقت الليل أنا أتصفح كل هذه المواقع، ولكن يعني سريعا كوربس قرآن موقع جميل جدا جدا جدا، وعنده كمان استادي قرآن، ومن الموقع ده ممكن تحمل أي ترجمة ترجمات القرآن بيكون PDF وكمان نسخ قابلة للنسخ. وعندنا طبعا Arabic Lexicon. طبعا هتقول لي ايه علاقة العربي بالقرآن؟ ما هو انت مش هينفع ترجم القرآن زي ما قلنا قبل كده ومنكرر تاني الا ما تكون فاهم النص العربي بتفسيره ودلالاته اللغوية. وطبعا بالنسبة للناس اللي بتدور على الحديث، عندك موقع سنة، موقع جميل جدا جدا، بتكتب بس كلمة أو كلمتين من الحديث وبتلاقي كل الحديث اللي فيها الكلمتين دول ومترجمة باللغة الإنجليزية وترجمة إن شاء الله إلى حد كبير صحيحة. وساعات بيكون عندنا موقع جميل جدا اسمه Etymoline، موقع جميل جدا جدا خاص بالترجمات الدينية، والموقع ده اللي هو تحفة فعلا تمشي على الكون، موقع تنزيل .net. الموقع تنزيل دوت نت ده يا جماعة هتلاقوا عليه 18 ترجمة من ترجمات معاني القرآن الكريم، ترجمات كاملة ونسخ قابلة للنسخ كمان. يعني معنى أصح أنا عاوز أترجم مثلا سورة الإخلاص، هلاقي 18 ترجمة موجودين لسورة الإخلاص، وسهل جدا جدا إنك تنزل الترجمة كلها. مثلا يعني أنا بالنسبة لي نزلت كل الترجمات الخاصة بترجمات معاني القرآن الكريم، يوسف علي بقى وصحيح انترناشنال وهلال أندخان وكل نزلتهم، وممكن بقى تعمل بقى
يعني دراسه مقارنه بيسموها كده كومبير اند كونتراست ما بين النص العربي والنص الانجليزي، وتشوف الدنيا عامله ازاي، او الترجمه الخاصه بيوسف بيوسف علي مثلا، او ترجمه هلالي اند خان وصحيح انترناشونال الى اخره، وتحاول تشوف الدنيا ماشيه معاك ازاي. بالنسبه للموسوعات القادمه، فعلا مواقع فعلا يعني it should be paid، يعني المفروض يدفع لها والله. الموقع الاولاني اللي هو موسوعه القران الكريم اللي هو quran.enc.com، دي خاصه بالقران الكريم، هتلاقي عندك ترجمات، هتلاقي عندك تفاسير، هتلاقي عندك تفسير باللغه العربيه، وكمان تفسير باللغه الانجليزيه ولغات عده. وكمان بالنسبه للحديث النبوي الشريف هتلاقي طبعا حديث نفس القصه وموسوعه الحديث الشريف، هي نفسها نفس الموقع بالضبط الخاص بموسوعه القران الكريم. هتلاقي القران الكريم اللي هو quran.enc.com، وهتلاقي برضو الحديث الشريف اللي هو حديث.enc.com. شكرا لحضراتكم جميعا، والله يعني انا في غايه السعاده يعني ان انا كنت قادر مثلا ان اديكم معلومه النهارده، ولو طلعت مني المعلومه النهارده والله انا يعني انا رابح، وكلنا ان شاء الله يعني فايزين، ونسال الله ان يجعل هذا العمل يعني في ميزان حسناتنا جميعا وقائمين على هذا العمل. وهذا فمن كان من خطا او جهل او سهو ونسيان فمني ومن الشيطان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ومعكم الان الاستاذه دانيا، هتتكلم معانا عن ترجمة بعض الآيات الخاصة بسورة الفاتحة ومقارنة ما بين تلك الآيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك أستاذ محمد، يعني أمتعتنا جدا، أسلوب رائع ومعلومات قيمة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك يا الله، تفضلي أستاذة دانيا. أستاذة دانيا افتحي الباوربوينت أول وبعدين اعملي المشاركة. ظاهر الشير يا أستاذة دانيا، ظاهر أستاذة دانيا. أستاذة دانيا تسمعينني؟ أستاذة
She should unmute herself, Ms. شوقية. سامعيني انتو طالع صوتي؟ Yes, we can hear you. Thank you. But she should unmute herself. Yes, I requested her to unmute herself. That's fine. Thank you. Ms. Dania, أيوة, ظاهر عنا الشير. تفضلي. Ms. Dania. مش عارفة في حدا. يلا 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 تفضلي. سمعتيني؟ يلا سمعتيني. اوكي تفضلي. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي دانيا القراني، حاصله على اجازه بالترجمه الفوريه من جامعه البعث في سوريا، حاصله على دبلوم تاهيل تربوي كمان من سوريا. اعمل مدرسه انجليزي ومترجمه، حصلت على دورة بالترجمة القانونية من جمعية المترجمين العرب ودورة في الكات تولز، وأنا هلا ضمن الفريق اللي انتقته الجمعية مشان نحكي عن الترجمة الدينية. أنا اليوم رح أحكي عن تفسير معاني القرآن لسورة الفاتحة. وطبعاً أنا انتقيت ثلاث ترجمات، الترجمة الأولى لعبد الله يوسف علي، والترجمة الثانية للدكتور محمد تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خان، والترجمة الثالثة هي لصحيح انترناشونال، وهن حقيقة فريق من ثلاث نساء أمريكيات اعتنقوا الإسلام بترجمة معاني القرآن الكريم. ويتكون الفريق من أمينة أسامي والملقبة بأم محمد وأمة الله بانتلي، وأخيرا وليس آخرا ماري كندي. هلا بدنا نحكي عن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع، وفي رحاب السورة الكريمة سنتعرف على أسماء عدة. أولا الفاتحة، سميت بالفاتحة، سميت بفاتحة الكتاب لأن المصحف الشريف يفتتح بكتابتها ويقرأ بها في الصلوات. آسفة على المقاطعة، بس يا ريت تعملي الشاشة كبيرة. طيب حسب الطلب لو سمحتي. يلا سمان داني، اعملي تصغير للسايفون لحتى تطلع معي، بس اعملي له تصغير السايفون، اعملي له تصغير بمشي الحال. اصغره يعني طاول؟ ايه لتحت للشحطة بس. في تحت الكأس يا دانيا على الشمال في إشارة الكأس، اضغطي عليها تحت 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 إشارة الكأس، اضغطي عليها. ثواني ثواني ثواني. ايوه اوكي هاي هي، تفضل. اوكي ايوه بس هلا صح. رح ارجع ابدا مره ثانيه، رح ارجع بقرب ابدا مره ثانيه. زبط كل شيء. اوكي يلا، بس مقطوع من الشاشه ظاهر صوره التكريم. استاذه دانيا لو تخلين استاذ محمد هو يسوي شير احسن، لانه النت عنده ضعيف. خلص يلا محمد، رح اعمل ستوب شيرينج. اوكي خلص محمد، استاذ محمد الويشي. يلا يا محمد، شكله مش سامع معك. لا يفد معك والله، بس يلا حمد. محمد اعمل حاضر. لا اني نحن حاضر. لا نحن متفقين لاني على هالقصه، لاني بسوريا بيقطع النت بيكون ضعيف، فلذلك انا اتفقت دي بس. أوكي. واحده احمل المحاضره من الجروب ثانيه بس واحده ويكون عندك ان شاء الله. اوكي دونور، ما في مشكله. تمام يا فندم، وكمان تحضير وسوسبا بحيث ان برضه حصل اي حاجه يبقى احنا. ايوه هو هيك. خلص انت عمل شيرينج ولا مش هم نضيع الوقت، انت دائما عمل شيرينج. حاضر. اوكي حاضر. بسم الله. يلا بسم الله. يلا تفضلي. يلا توكل على الله. تفضلي يا فندم. يلا بس يبين عندهم الشاشه مشان ابدا. اوكي واضحه، تفضلي. اوكي يلا هلا نحكي كلمات قليله عن سوره الفاتحه.
أولا قلنا رح أرجع أبدأ مرة تانية. الفاتحة مكية وآياتها سبع، وفي رحاب السورة الكريمة سنتعرف على أسماء عدة. أولا الاسم الأول هو الفاتحة، سميت بفاتحة الكتاب لأن المصحف الشريف يفتتح بكتابتها ويقرأ بها في الصلوات، ولا تصح الصلاة إلا بها. ثانيا الاسم الثاني أم الكتاب، لاشتمالها على المقاصد الأساسية للكتاب العزيز، ففيها الثناء على الله عز وجل، وفيها إثبات الربوبية، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه وتعالى، وفيها طلب الهداية والثبات، فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة. والعرب تسمي كل أمر جامع أما، فتقول لمكة المكرمة أم القرى لأن غيرها تبع لها أو تابع لها. ثالثا الاسم الثالث السبع المثاني، لأنها سبع آيات تثنى في كل صلاة. قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالمراد بالسبع المثاني سورة الفاتحة لأنها سبع آيات بإجماع القراء والعلماء. هلا السلايد الثاني محمد، تسميتها its name. اختلف أول شيء عنوان السورة، اختلف من ترجمة لأخرى. فيوسف علي، يوسف علي الفاتحة or the opening chapter. أما هلالي and خان الفاتحة سورة 1 or first، لأن هذا number 1 باللاتيني. الفاتحة the opening، بعدين صحيح international الفاتحة. إن عنوان السورة يختلف من ترجمة لأخرى، فالترجمات لا رجع على السلايد الأول بدي أشرحه يا محمد. إيه، فبما أنه الترجمات السابقة كانت تطلق عليها the opening أو the opening of the book، أما المترجمين المسلمين فأبقوا اسم السورة على حاله، وذلك نظرا لعظيم منزلتها وجلالتها في قلوبهم. فالمترجمان هلالي وخان أبقوا على اسم السورة وكتبوها الفاتحة، أما يوسف علي أضاف كلمة السورة الأولى. ولماذا أضاف السورة الأولى؟ أضاف السورة الأولى لأنها تعني فصل المضاف عن المضاف إليه، وهو ما يؤدي معنى مختلف. فسورة كلمة سورة مضافة من قبل إضافة الصفة إلى الموصوف، كقولهم مسجد الجامع وفيه أعمال الوقف عمل الوصف، فيقف بالهاء بدل التاء، يعني هي كانت سورة الفاتحة. فلما حط الله السورة الأولى أو سورة نمبر 1 الفاتحة فهو وقف على الهاء. هلأ السلايد الثالث محمد، ونبدأ الآن بترجمة معاني الآيات وفقا للمترجمين السابق ذكرهم. أول شيء الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وفق يوسف علي most gracious most merciful، أما الهلالي and Khan the most gracious the most merciful. صحيح international the entirely merciful the especially merciful. هلا أنا قبل ما أبدأ بالترجمة رح أحكي شوي على بسم الله والرحمن والرحيم. بسم الله يبدأ المسلمون العمل والعبادة بالاستعانة باسم الله، وهو القدير المعين، وهو الرحمن أي المتصف بالرحمة، وهو الرحيم بعباده. ولفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم كما يقال، والرحمن هو اسم من أسماء الله الخاصة به، ومعناه ذو الرحمة الواسعة، وهو أخص صفاته. أما عن اختيار God أو الله، God or الله، ففيما جاء في الترجمات السابقة أدرك المترجمون كافة أن لفظ الجلالة ليس له ترجمة، لأنه ليس هنالك لفظة تعادل اسم الله تعالى، لذلك ترجمها يوسف علي بالله، وحذا حذوه الهلالي وخان بالإضافة لصحيح انترناشونال، بينما اعتمد المستشرقون القدامى أو المستشرقون ككل ترجمة لفظ الجلالة بلفظ الله God، والتي تعني بالإنجليزية إله، ولها جمع Gods. ويشير عددا من النقاد أن لهذه اللفظة دلالة شركية، وهي أقرب إلى الشرك منها إلى التوحيد. وبنفس القياس فإن الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى التي ليس لها مقابل في أي لغة أخرى.
وعلى هذا فإن اللفظين compassionate أو merciful تعنيان رحيم وشغوف أو عطوف، ولا يدلان على الفرق بالمعنى بين الرحمن التي هي صفة الله والرحيم التي تعني رحمته بعباده. ولذلك أضاف يوسف علي كلمة most لتدل على الصفة العليا، ولكن يعني كلمة most ناقصة، هو في تركيب اسمه the superlative فيه خطأ نحوي، لأننا نضيف ذا وهو قل التعريف، وهو عدم استخدام قل التعريف، وذلك رغبة منه. لماذا فعل ذلك؟ لأنه يرغب في أن يجعل الترجمة قصيرة وبشكل شطر شعري أو ما يعرف بالإنجليزية بفيرس، بينما استخدم كل من هلالي وخان التركيب صحيح بشكل صحيح في قولهم the most gracious the most merciful. أما صحيح انترناشنال فترجمها ترجمة أخص، ترجمها ب the entirely merciful والذي يعني بها الرحمة، الرحمن رحمة عامة لنا جميعا. أما the specially merciful فيقصد بها الرحيم بالمؤمنين خاصة. محمد السلايد اللي وراء. وهنا ننتقل إلى الآية الثانية. أنا لضيق الوقت بنتقل من آية لآية، بعد إن شاء الله نكون إنه الشرح وافي. الحمد لله رب العالمين. جاء عند يوسف علي praise be to Allah the cherisher and sustainer of the world. هلالي and Khan all the praises and thanks be to Allah the Lord of al-alamin mankind jinn and all that exists. أما في صحيح international all praise is due to Allah Lord of the worlds. نجد في ترجمة هذه الآية نقطتين مهمتين، نقطتين مهمتين سنتحدث عنهما. أولاً سنبدأ برب. رب كلا الترجمتين تستخدم لورد مقابل الرب، إلا يوسف علي الذي اعتمد تشيرشر سستينر، وذلك مرده إلى ورود كلمة لورد في الإنجيل المكتوب باللغة الإنجليزية، لذلك ابتعد عن كلمة لورد والتي تعني معنى الرب. فعمد يوسف علي إلى استخدام لفظة قديمة ذكرت في الأدب الكلاسيكي القديم بمعنى العطوف أو العزيز تشيرشر. وأعتقد أن اعتماد يوسف علي لما اعتمده صحيح وموفق ويتفق مع معنى الرب. أما كلمة العالمين نرى الاستعمال الغريب للعالمين وراها محمد السلايد اللي وراها لدى الهلالي وخان، إذ يذكر أن الكلمة منقحرة بالعربية، يعني أن الكلمة العربية منقحرة، وهذا ما يخرجها عن دائرة مفهومية للناطق الإنجليزي، مما اضطرهما للحشو بالجمل التفسيرية. وهنا نتطرق بشكل سريع لتعريف النقحرة أو الحورفة، أو الحورفة أو ما يعنيه الرسم الصوتي، أو ما يقابله بالإنجليزية transliteration، أي رسم، وهو أي رسم منطوق لللفظ القرآني باستخدام حروف لغة أجنبية، ظناً أن هذا ييسر على القارئ الأجنبي قراءة القرآن ومعرفة أصوات اللغة العربية. هلأ السلايد اللي وراء محمد، أنا رح أنتقل رأساً لمالك يوم الدين، ما رح أقول الرحمن الرحيم لأني ذكرت ترجمتهم ببسم الله الرحمن الرحيم. لدينا الآية مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين حسب القراءات تختلف من قراءة لأخرى. هلالي and Khan the only owner and the only ruling judge of the day of recompense the day of resurrection. يوسف علي master of the day of judgment. أما عند صحيح international sovereign of the day of recompense. هلأ مالك أو ملك يوم الدين، يعني ملك أو مالك ترجمها الهلال وخام بكلمة owner، في حين ترجمها يوسف علي بماستر ومعناها سيد، وهي لا تختلف كثيرا عن lord. ولجأ إلى استخدام capital letters أي الأحرف الكبيرة لكي يستغني عن أداة التعريف،
طبعا لاني انه هو دائما بسعى لانه يكون ترجمته لايك فيرس، وبهذا يجعل الكلمه تعني السيد. وانفرد صحيح انترناشونال بكلمه سوفرين، واجمل الكلمات، وانا اعتقد ان اجمل الكلمات هي اونر، واندرها سوفرين. سخر لنا هذا الله يوم الدين. سوري السلايد لسه ما كملناها. محمد، يوم الدين، يوم الدين وهو يوم الحساب ويوم القيامة، وقد ترجمه الهلالي وخان the day of recompense، وهو استخدم، يعني وهو استخدام نادر ليوم الجزاء. ولكن نلاحظ عند هلالي وخان الإطالة المملة ما يخرجها عن الترجمة الحقيقية للنص، فاستخدام الأقواس والجمل التفسيرية، يعني أنا بعتقد أنه يمكن أن يكون في الحاشية أو في زيل الترجمة. يعني هلأ ننتقل للآية اللي وراها، إياك نعبد وإياك نستعين. هلالي أنت خان، you alone we worship and you alone we ask for help for each and everything. هلأ يوسف علي، the Do we worship and thine aid we seek. هلا صحيح international. It is you we worship and you we ask for help. أول شيء رح أبدأ بيوسف علي. سأبدأ بيوسف علي لأنه اختار كلمتين كلاسيكيتين قديمتين، وهي the and thine، وهما بالإنجليزية الحديثة you and your، وتعني أنت وأداة الملكية. وقد أضافهما ليضفي إيقاعاً شعرياً قدسياً على الترجمة. وأنا باعتقادي ليست مهمة المترجم على الإطلاق، حيث ينحصر خاصة في ترجمة القرآن الكريم، حيث ينحصر دوره في نقل المعنى التفسيري لمعاني القرآن بلغة أخرى دون محافظة نظم الأصل وترتيبه. فالمترجم يسعى لشرح معاني القرآن وبيان مدلوله وإيضاح مجمله. هلأ وقد أحسن كمان الهلالي أند خان بالدلالة على الحصر بألون، وعند صحيح انترناشنال نجد أنه قال it is you we worship. هلأ هون الإيت هي ما عائدة على شيء، لأن هي باللغة الإنجليزية introductory، وهي ليست عائدة على أحد. وأفسرها، فعندما يأتيك اتصال هاتفي بما ترد تقول it's me. إذا قال لك who are you تقول له it's me، فأنت أكيد فأنت غير عاقل، لذلك أكيد فهي ابتدائية للجملة، فمعناها إياك أنت. إن شاء الله. هلا والمقابل الصحيح لنعبد هو worship، صحيح وقد اختاره المترجمون الثلاثة، وهنالك كمان ask for help كمان هو اختيار حسن، وذلك الدلالة على نستعين. هلأ محمد الآية السادسة، اهدنا الصراط المستقيم. الهلالي أند خان، God guide us to the straight way. أما يوسف علي، show us the straight way. أما صحيح انترناشونال، guide us to the straight path. وفي ترجمة هذه الآية اختار كل من هلال وخان وصحيح انترناشنال كلمة guide للدلالة على اهدنا، بينما اختار يوسف علي كلمة show. وبالتالي فالمترجمين الثلاثة اختاروا أن يبدأوا الجمل الثلاث، يعني هذه الآية، بالفعل. وهذه الصيغة تستخدم في الإنجليزية للدلالة إما على المخاطب، إنه نحن عم نخاطب، أو على الأمر، لأن الجملة بدأت في الفعل، بينما الطبيعي أن تبدأ بالفاعل. وهنا أيضا الترجمة جاءت موجزة، وقد تفاوتت آراء المترجمين حول ترجمة الصراط المستقيم. فيوسف علي وصحيح انترناشنال ترجموها the straight way، أما هلالي وخان فكانت ترجمته the straight path. وأنني أفضل الترجمة الأولى، لأن الإسلام ليس مجرد مسار أو طريق، بل هو حياة، منهج متكامل، والتي تدل عليها كلمة way. يعني هذا هو اعتقادي، ما بعرف، أكيد لكم أنتم آراء أخرى. يعني هلأ الآية الأخيرة، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد ايه هلا اول شيء الهلال انت خان the way of those on whom you have bestowed your grace not the way of those who end your anger such as the Jews nor of those who went astray such as Christian اما صحيح international the path of those upon whom you have bestowed favor not of those who have evoked your anger or of those who are astray هلا يوسف علي the way of those on whom thou hast bestowed thy grace those whose portion is not rest and who go not astray هلا وعند ترجمة هاي السورة اول شيء رح ابدا بيوسف علي يوسف علي اختار كلمات has bestowed thou thy والتي يقابلها وهي كلمات قديمة ويقابلها في الإنجليزية الحديثة has granted you and your وطبعا قذبت الآراء حول ذلك فمنهم من حبذ هذا الأسلوب ومنهم من كان يراه كلاما قديما وباليا وغير مفهوم وغير مقبول عند قراء اليوم وأما من ناحية المفردات فنجد أن الترجمات لا يتميز بعضها عن بعض كثيراً من حيث هوية المترجم العقائدية فكلمة أنعمت عليهم اختارها المترجمين أول شيء اختار لها المترجمين هلالي أنت خام bestowed grace أما صحيح international bestowed favor أما يوسف علي فاختار bestowed grace وأما المغضوب عليهم كلمة المغضوب عليهم فأشهرها وأجملها race والأكثر قبولا هي كلمة anger عند هلالي أنت خان وصحيح انترناشنال وأما كلمة الضالين فكل المترجمين اختاروا go not astray ونلاحظ انفراد هلالي وخان بتوضيح من المقصود عليهم بالمغضوب عليهم ومن الضالين من خلال إضافة كلمات ليست في النص هلا وقد تبين لنا من خلال الترجمات الثلاث بأنها تتميز بعضها عن بعض من خلال الثقافة العامة والولاء الأسلوبي واللغوي ومن خلال عقيدة كل مترجم واعتقاداته ولا نستطيع تفضيل واحدة على الأخرى فكلهم اجتهدوا في تفسير معاني القرآن الكريم وكل لديه ما يميزه وأقول قولي هذا استغفر الله في بس السلايد الأخير حطه محمد المراجع المستخدمة في هذه الدراسة الهلال لأني أنا عملت مقارنة يعني ترجمتهم وفقا مقارنة ثلاث مترجمين في الهلالي and خان translation of the meaning of the novel of The Noble Quran in English meaning Ali AU The Holy Quran English translation of the meaning and commentary بعدين صحيح international author أدول وفي تفسير الشيخ الشعراوي الخواطر الشعراوي محمد متولي الشعراوي وفي دراسة ثلاثية دراسة لثمان ترجمات لجاسم وجاسم بن علي ايوه بس واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ان شاء الله ما يعطيك العافيه استاذه دانيا ما شاء الله عنك حاولت اسرع بسرعه لاني الوقت يعني بدي اقدم المغرب استاذ يس. محمد طغى على الوقت فيعني اسرعت بسرعه بسرعه اخذ حصتي الاسئله لاني الكل بده يفطر وهلا عم بقلك لا هو محمد استاذ محمد بس مسك المايك خلاص اتس اوكي يعني هلا المايك لصباح يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه جميعا الان مع الاستاذه صبا تفضلي يا استاذه صبا مساء الفل يا هلا بدايه احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على
السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت شكله عندك يا أستاذة صبا؟ لا أستاذة مو عندي. أستاذة شوقية أكو صوت بس ما أعرف منين. إني أغلقته عند أستاذة سميرة، يا ريت ما حدا يفتح المايك إلا للضرورة. شكرا. أنا أغلقت المايك، تفضلي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شكرا للأستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد وشكرا للأستاذة دانيا لهذا التقديم الرائع، وإن شاء الله أكمل المسيرة مثل ما هم بدوا بيها. بداية تعريف بسيط عن نفسي وراح أدخل بموضوع المحاضرة. صبا صباح شاعرة مترجمة أدبية مدرسة لغة إنجليزية، عضوة المترجمين جمعية المترجمين العراقيين، عضوة المركز اللغوي العراقي السويد، ترجمت المجموعة القصصية للروائي العالمي باولو كويلو قصص الآباء والأبناء والأحفاد، لي مشاركات مقالات وقصائد في عدة صحف عراقية ومصرية ودولية منذ عام 2015، ترجمت رواية القاف من العربية إلى الإنجليزية، ولي رواية قيد الترجمة للبروفيسور الليبي أحمد الرشراش. راح ندخل بي إن شاء الله بموضوع المحاضرة، وهي ترجمة معاني أسماء الله الحسنى وأيضا ترجمة معاني سورة الضحى. أوكي. طبعا عندنا تراجم مختلفة لأسماء الله الحسنى، كل مترجم حسب فهمه لأسماء الله الحسنى ولمعانيها. فنرى أكو يعني بعض المترجمين ترجموها مثل ما هي، استخدم الدومستيكيشن أنه نفس الحروف الأجنبية استخدمناها بالترجمة، لكن اللفظ يكون لفظ عربي. الرحمن مترجمة the all compassionate، الترجمة استخدمها الدومستيكيشن هي الرحمن. طبعا الله شرحوا عنها الأستاذ محمد وأيضا الأستاذة دانيا، ومترجميها أيضا هنا ب the greatest name، وأيضا الترجمة المعروفة اللي هي الله. الرحيم the all merciful، الرحيم. الملك the absolute ruler، الملك. يعني مترجمة كترجمة حرفية ومترجمة أيضا كمعنى للكلمة. القدوس the pure one، القدوس. السلام the source of peace، أيضا نستخدم السلام. طبعا في بعض المترجمين كاتبها بالAL وبعض المترجمين كتبوها بالAS، يعزى السبب أنه ما استخدمنا الAL لأنه الحروف اللي عندنا هي حروف شمسية السلام، فما نخلي الAL مثل ما عندنا باسم القدوس، فهنا اللام تلفظ ولهذا كتبناها AL. المؤمن the inspire of faith، والترجمة اللي مستخدمين بها domestication هي المؤمن. المهيمن the guardian، وبالنسبة للترجمة الثانية هي المهيمن. العزيز the victorious، وبالترجمة الثانية هي العزيز. يعني مثل ما اللفظ يبقى مثل ما هو لكن نستخدم الحروف الإنجليزية. تمام. هذه تراجم ثانية طبعا تختلف عن التراجم الموجودة بالسلايد الأول. الله هنا مترجم بالحالتين بنفس الطريقة، الله الله. الرحمن the all beneficent. لو نلاحظ هنا كاتبين الرحمن، يعني مستخدمين الAL بدل ما أنه يكتب الرحمن. بالنسبة لي اسم الله الرحيم the most merciful اللي مستخدميها أغلب المترجمين الدينيين. الملك ممكن نستخدم ترجمة the king أو the sovereign، وهي the sovereign الأنسب واللي يستخدمها أغلب المترجمين.
القدوس the most holy السلام peace and blessing. طبعا بنشوف انه التراجم هنا تختلف كلش عن التراجم اللي موجوده سابقه بالسلايد السابق. المؤمن the guarantor, المهيمن the guardian او the preserver, العزيز the almighty or the self sufficient. طبعا دا استعجل لانه الوقت قصير. نعم sovereign. استاذ محمد ممكن السلايد اللي بعده. اوكي قبل ما نبدا ترجمه معاني سوره الضحى ناخذ نبذه عن المترجمين عبد الله يوسف علي وايضا هلالي ان خان. عبد الله يوسف علي هو من عالم هندي مسلم ترجم القران الكريم للغه الانجليزيه وتعد ترجمته للقران الكريم الاكثر شهره واستخداما في الدول الناطقه باللغة الإنجليزية. هو من عائلة هندية درس الأدب الإنجليزي وهذا اللي كان واضح على اللغة المستخدمة بترجمة المعاني للقرآن الكريم للغة الإنجليزية حيث استخدم اللغة الإنجليزية القديمة اللي هي مزيج من اللغة اللاتينية والإنجليزية القديمة والإنجليزية الحديثة. بعض الأساتذة كاتبين لغة شيكسبير. هي لغة شيكسبير هي هذه اللغة الإنجليزية اللي مكونة من ثلاث لغات لأنه قبل كانت إنجلترا تحت الاحتلال الجرماني أو العوائل الجرمانية وبعدين استقلوا فصارت اللغة مالتهم هي خليط من عدة لغات. عنده طبعا كتاب The Holy Quran وعنده text, translation and commentary. أشرف عن طريق دار الشيخ محمد أشرف للنشر في لاهور. ساعد عبد الله يوسف علي بافتتاح ثالث مسجد في أمريكا الشمالية, مسجد الراشد في مدينة إدمنتون ومسجد ألبرتا في كندا. أما عن محمد تقي الدين الهلالي فهو محدث ولغوي لغوي وأديب وشاعر ورحالة سلفي ظاهري مغربي من أوائل من أدخل الدعوة السلفية للمغرب بعد أبو شعيب الدكالي ومحمد بن العربي العلوي. من أبرز أعماله ترجمة صحيح البخاري إلى الإنجليزية كما ترجم المجمع للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية جنبا إلى جنب محمد محسن خان الواسع الانتشار في مكتبات العالم. كان المرجع اللغوي والمشرف على إذاعة برلين العربية في فترة الحكم النازي. نأتي لبيان معاني سورة الضحى. أستاذ محمد إيه؟ الآية الأولى والضحى طبعاً هي قسم أقسم الله بوقت ارتفاع الشمس. نشوف أنه أنا اختارت ثلاث تراجم اللي هي يوسف علي صحيح انترناشنال وهلالي أن خان. By the glorious morning light. أما صحيح انترناشنال by the morning brightness. By the forenoon after sunrise. اللي نلاحظه أنه يوسف علي مثل ما قلنا نستخدم اللغة الإنجليزية القديمة. أما صحيح انترناشنال وهلالي أن خان مستخدمين اللغة الإنجليزية الحديثة مع فروقات في بعض المفردات. ونشوف أنه هلالي أن خان عندهم الإسهاب في الترجمة, يعني مو أنه أنا أترجم جملة وخلاص, لا أكو إسهاب بالترجمة بعد ما يترجم الجملة أو يترجم معنى السورة الآية العفو يرجع مرة ثانية يشرحها ويخليها بين قوسين. أعتقد أنه حتى يكون مفهوم أكثر للمسلم الأجنبي. والليل إذا سجى and by the night when it is still. طبعا هذه ترجمة ليوسف علي. أما صحيح international and by the night when it covers with darkness. الاختلاف واضح بالترجمة, اختلاف بالمفردات.
and by the night when it is still. هنا نلاحظ أنه ترجمة يوسف علي وهلالي أنت كان تقريبا متقاربة، لكن قلنا أنه هلالي أنت كان عندهم الإسهاب بالترجمة، أنه دائما أكو شرح لمعنى الآية بعد ما أنه هو يترجمها. الآية الثالثة، ما ودعك ربك وما قلى. The Guardian Lord هنا استخدم هو كلمة ربك، ترجمها إلى The Guardian Lord. Has بدل ما يكتب has نستخدم has. Not forsaken thee nor is he displeased. قلنا مثل ما معروف أنه يوسف علي نستخدم اللغة الإنجليزية القديمة. بالنسبة لي أنا أشوف أنه ترجمة يوسف علي بها تميز، لأنه لغة أدبية أكثر من اللغة المستخدميها باقي المترجمين، سواء صحيح إنترناشنال أو هلالي أنفان أو غيرهم. Your Lord has not taken leave of you أو محمد nor he has detested you. هذه ترجمة صحيح إنترناشنال. نلاحظ أنه هلالي أنفان تقريباً نفس الترجمة اللي مستخدميها صحيح إنترناشنال. Your Lord أو محمد peace be upon him has never forsaken you nor hated you. طبعاً peace upon be upon him هي ما موجودة بالآية، لكن هو ضايفها لأنه هو شارح معنى، يعني مفسر معنى الآية أو مترجم معنى الآية، ولهذا يحق له أنه يكتبها. ولا الآخرة خير لك من الأولى. نلاحظ يوسف علي مترجمها إلى and barely the hereafter will be better for thee than the present. أما صحيح international and the hereafter is better for you than the first life. فهنا بعد ما هو كاتب the first كتب وياها life، أي أنه الأولى هي الحياة الأولى. And verily your Lord will give you all, for example, good, so that you shall be well pleased. رجع هنا هلالي أن خان نستخدم الإسهاب بالترجمة يفسر الآية يعني أكثر من اللازم، ولهذا نشوفها أطول التراجم. الآية الخامسة، ولسوف يعطيك ربك فترضى. And soon will the guardian Lord ربك، ترجمها بنفس الطريقة the guardian Lord give thee that whereas thou shalt be well pleased. الإنجليزية المستخدمة الإنجليزية القديمة. And your Lord is going، طبعا هذا بالنسبة ليوسف علي، أما صحيح international ترجمها إلى and your Lord is going to give you and you will be satisfied. أما هلالي أنت خان فترجمها إلى and barely your Lord will give you all, for example, good, so that you shall be well pleased. ألم يجدك يتيما فآوى. يوسف علي يقول and soon will thy guardian Lord give thee that whereas thou shalt be well pleased. أما صحيح international and your Lord is going to give you and you will be satisfied. أما هلالي أن خان فترجمها إلى and barely your Lord will give you all, for example, good, so that you shall be well pleased. ووجدك ضالا فهدى. And he found thee. طبعا thee هي اللي هسه مستخدمة باللغة الإنجليزية الحديثة you، هو يستخدم ال thee. Thee wandering and he gave thee guidance. بالنسبة لصحيح international and he found you lost and guided you. أما هلالي أنت خان فترجمها إلى and he found you unaware of the Quran, it is legal laws and prophethood etc. and guided you. نلاحظ الإسهاب الكثير بالترجمة الخاصة بهلالي أنت خان
احيانا يعني نحسها غير مطلوبه، لانه التفسير واضح والترجمه واضحه. ووجدك عائلا فاغنى، يوسف علي يترجمها الى and he found the need and may be independent. أما صحيح international and he found you poor and made you self-sufficient. بالنسبة لهلالي أنت خان ترجمها إلى and he found you poor، تقريبا نفس ترجمة صحيح international، and made you rich self-sufficient with self-contaminant etc. الآية بعدها. فأما اليتيمة فلا تقهر. Therefore أستاذ محمد سايد، فأما اليتيمة فلا تقهر، يترجمها المترجم يوسف علي إلى Therefore treat not the orphan with harshness. أما صحيح international يترجمها إلى So as for the orphan, do not oppress him. هلالي أنت خان ترجمها إلى Therefore treat not the orphan with oppression. نشوف التراجم واحدة تختلف عن الثانية مع وجود بعض التشابه في ترجمة صحيح international and هلالي أنت خان. وأما السائلة فلا تنهى، nor recalls the petitioner and here. هذه خاصة بيوسف علي. أما صحيح international فترجمها إلى and as for the petitioner، طبعا استخدم نفس الكلمة do not recall him. بالنسبة لهلالي أنت خان and recalls not the bigger، استخدم كلمة bigger بدل كلمة petitioner. وأما بنعمة ربك فحدث، يوسف علي ترجم الآية إلى but the bounty of the Lord rehears and proclaims. أما صحيح international فترجمها إلى but as for the favor of your Lord report it. بالنسبة إلى هلالي أنت خان ترجم الآية إلى and proclaim the grace of your Lord. For example, the prophethood and all other graces. نلاحظ مرة ثانية أكو إسهاب بالترجمة. يعني كل مترجم إلى طريقة بترجمة معاني القرآن. ما نقدر نقول إنه هذه الترجمة خاطئة أو الترجمة الثانية صحيحة. التراجم صحيحة، لكن مع وجود هفوات في الترجمة لكنها تعتبر صحيحة ومأخوذ بها في العالم العربي أو أكو بعض مشاركين أو بعض الناس يسألون أنه هل يجوز ترجمة الأسماء الله الحسنى أو لا. طبعاً غير يعني لا يمنع المسلم من ترجمة معاني الآيات القرآنية أو الحديث النبوية أو أسماء الله الحسنى، لكن يجب أن يكون القائم على الترجمة بصيراً باللغة العربية، يعني أنه يكون ضليع الترجمة باللغة العربية وأيضا ضليع باللغة الإنجليزية. كما نلاحظ أنه المترجم يوسف علي هو دارس الأدب الإنجليزي وأيضا دارس الأدب العربي قبل ما يبدأ بترجمة معاني القرآن الكريم، وأيضا أن يكون على علم بالشريعة وإلا فإنه لا يؤمن على ترجمته، أن يدس بها اعتقادات ضالة منحرفة. وترجمة معاني أسماء الله وصفاته لا تخرج عما ذكرناه من الجواز ومن الشروط. وعلى المسلم الذي يود القيام بهذه المهمة الجليلة
أن يكثر من قراءة الكتب المؤلفة في بيان معاني أسماء الله وصفاته قبل القيام بالترجمة، لئلا يقع منه الخطأ في فهم الاسم أو الصفة، وحتى يترجمه إلى المعنى اللائق به. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك، وكانت المعاني صحيحة كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن بالحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا لم يحتج إليه. وقال رحمه الله: وكذلك في الإثبات له الأسماء الحسنى التي يدعى بها، وإذا أثبت رجل معنى حقا ونفى معنى باطلا واحتاج إلى التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب لأنها من لغة المخاطب ونحو ذلك، لن يكون ذلك منهيا عنه، لأن ذلك يكون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ليفهم أهل تلك اللغة معاني كلامه وأسمائه، وهذا جائز بل مستحب أحيانا بل واجب أحيانا إذا كانت المعاني التي تبين لهم هي معاني القرآن والسنة تشبه قراءة القرآن بغير العربية، وهذه الترجمة تجوز لإفهام المخاطب بلا نزاع بين العلماء. ما شاء الله، بارك الله فيك يا أستاذة، ما شاء الله كفيتي ووفيتي أنت الأستاذة داني. عذراً لأنه لضيق الوقت. صحيح صحيح، لأنه قرب الأذان عند بعض الدول. نعم. ما شاء الله عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس يعني عايزين نوه حاجتين بس، وبعد كده إن شاء الله ننهي بأمر الله. في رسائل على الشات بتقول إحنا طبقناش. لا يا فندم، أنت هتطبقي دلوقتي. إحنا إن شاء الله معادك معانا إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، وهتطبقي يا فندم. إزاي؟ يعني أستاذ أشرف أو أي محاضر أكيد طبعا، يعني مثلا أستاذ عامل لما دخل معنا في الترجمة القانونية مثلا، مش من أول يوم تعال يا جماعة ترجموا، لازم يفهمنا عن إيه ترجمة قانونية وإيه المصطلحات الخاصة بالترجمة القانونية أو بعضها أو إزاي نترجم. لازم يكون في حاجة اسمها نظري وبعد كده حاجة اسمها عملي، تمام؟ يعني حتى الدكتور علان قال لك إيه؟ ها؟ قال لك الترجمة بين النظرية والتطبيق. تمام، لازم يكون في نظريه ويكون في تطبيق. احنا خدنا النظري دلوقتي، عايز العملي؟ مفيش مشكله. العملي بتاعنا ان شاء الله هو الهوم ورك الخاص بينا والاساينمنت اللي المفروض تعملوه ان شاء الله على المحاضره الجايه اللي هتكون يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، وهنتكلم فيه عن حديث النبوي الشريف وانواعه وكيف يترجم الحديث الشريف، وبرده زي ما قلت لكم في الاعلان ان شاء الله هنرسل لكم كتب السته كلهم وترجمات نصوص ثنائيه على ان شاء الله على الواتساب جروب ان شاء الله. الواجب بتاعنا ان شاء الله يا جماعه هو واجب بسيط جدا جدا جدا. عايز من حضراتكم تدخلوا على موقع تنزيل اللي ان شاء الله هبعت لكم الباوربوينت كله كامل ان شاء الله، وكل اللي عليكم تعملوه تدخلوا على موقع تنزيل دوت نت، تمام؟ وعايز بس سوره الاخلاص والمعوذتين فقط، عاوز الترجمات الخاصه بيهم. تعملها ازاي؟ اقول لك تعملها ازاي. يعني مثلا ده شغل كنت عملته انا والاستاذ صفا عن سوره الفاتحه وقصائر السور. هتعمله ازاي؟ الموضوع سهل جدا جدا وبسيط. وليكن مثلا انت هتتكلم عن سوره الفاتحه والاخلاص او اي سوره من السور، هتعمل سوره الفاتحه كده في النص عادي خالص، وتعمل كولومز زي كده او عواميد زي كده، وتكتب الترجمات الخاصه بكل واحده في المنظر ده، وتشوف الفرق بين الاثنين وايه اقرب حاجه للفهم، تمام؟ طب ما انت هتقول دلوقتي طب انا مش فاهم النص، عشان كده زي ما الاستاذ اشرف بيقول وزي ما كلنا بنقول افهم النص العربي اولا قبل ان تترجم. افهم النص العربي قبل ان تترجم، يعني اجيب كتب تفسير طب ايه افضل كتاب ممكن امشي فيه كمتدرب او كمبتدئ او ما عنديش خبره في التفسير او في الدين عموما؟ يعني اسهل كتاب زي الاستاذ اشرف قال عليه هو اللي هو ايسر التفاسير. هات الكتاب ده، او على فكره اعتقد ممكن يكون موجود كمان على النت بي دي اف او كده. هات الكتاب ده او حمله او احصل عليه باي طريقه ممكنه يعني، وافتح الكتاب ده وافهم النص الاول. افهم يعني ايه الاخلاص، سوره الاخلاص، وافهم المعوذتين الاخلاص والفلق والناس، افهم معناهم بعد كده، وادخل بعد كده على الترجمات وشوف هل الترجمه
فعلا جايب النص او حاول بتفسر النص اللي انت فهمته بطريقه صحيحه ام خاطئه. يعني مثلا لما المترجم قال مالك يوم الدين مثلا، هل هو هنا ترجم كلمه مالك اللي هو مالك يعني اللي هو كينج؟ يعني في بعض الترجمات مترجمينها كينج، لا هتقول لي طب ما في قراءه ثانيه اسمها مالك يوم الدين زي قراءه ورش مثلا، طب ما هو كده عمل كينج. لا، الكينج حاجه بشريه، انت بتتكلم عن ربنا، ما بتتكلمش عن 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 عن, عن ملك عادي. هتقول لي طب انا ممكن اطلع منها قول كينج اوف كينجز، يبقى انت كده عملت ايه؟ عملت حاجه لربنا مش لاي حد تاني اللي هو ملك الملوك. تمام، عايز تبعد عن كلمه كينج خالص، دخل كلمه سوفرن اللي هو اقوى شويه في المعنى، واعتقد هي ادق معنى لكلمه ملك. هتلاقي الحاجات دي كلها موجوده في سوره الفلق وسوره الناس وسوره الاخلاص. يعني ايه احد؟ يعني ايه صمد؟ الحاجات دي كلها افهم النص العربي اولا، وادخل بقى على الترجمات دي كلها وشوف الترجمه اللي انت بتقول انها مقاربه للي انت فهمته من النص العربي اولا. انما دلوقتي لما انت تجيب الترجمات وكومبير اند كونتراست، انت اصلا ما انتش فاهم النص العربي، هتعرف منين ان المترجم ده مترجم بطريقه صحيحه ولا مترجم بطريقه خاطئه قبل ان تفهم النص العربي اولا. تمام، فدي الطريقه الوحيده او اعتقد انها الطريقه الافضل للتطبيق، تفهم النص العربي الاولا، تدخل على تنزيل دوت نت، تنزل التراجم دي كلها وتحاول تقارن، هتلاقي نفسك طبقت معانا واستفدت معانا من المحاضره اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تمام، وان شاء الله يا جماعه بنوه تاني ان المحاضره الجايه هتكون عن الحديث النبوي الشريف، هنتكلم فيها عن انواع الحديث وكيف تترجمه وايه اشهر الكتب والمنهج اللي انت بتترجم بيه الحديث النبوي الشريف، وكل ده ان شاء الله هنجاوب عليه المحاضره القادمه بامر الله. تمام، اعتقد انا خلصت. بارك الله فيك، والكلمه دي شوقيه، ان كانت هتدي مساحه للاسئله او هتقفل ان شاء الله الله. في استاذ اشرف عامر كان لنا انه علق، اكيد نتشرف، تفضل استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. بشكر القائمين على الدوره، ما شاء الله ربنا يبارك في اثراء كل واحد جاي من منظور معين بيتكلم، فشيء جميل. اختلاف المنظور من واحد للاخر شيء جميل جدا. ما يتوقعش المتلقي يا جماعة أن في محاضرة واحدة أقعد ساعة ولا ساعتين أكلمك كل حاجة عن الترجمة الإسلامية أو الترجمة الدينية. لما أديت المحاضرة برضو ناس تقول لي، دخلت على الفيدباك تقول لي ما تكلمتش في كذا وما تكلم، أكلم حضرتك في الترجمة الإسلامية دي ما شاء الله تقعدي معايا شهرين ثلاثة عشان تاخدها معايا. عايز حضرتك أنا أعرفك كل حاجة عن الترجمة الإسلامية في ساعة ساعتين؟ لا يمكن، لا يمكن. فأختنا الكريمة كانت بتستعرض الترجمات بتاعت السورة عند كذا حد، استعراض فقط، ما قالتش ان انا هطبق، ما قالتش هطبق. طبق ده في قصة تانية بقى، نقعد مع بعض ونطبق، فما تطلبش مني يعني حاجة والمساحة عندي صغيرة، استنى علي لما اكون في محاضرة تانية وتالتة وغير كده. غير كده الدورة بتاعتنا تعريفية، يعني مش هدربك وتطلع من عندي واحد مؤهل تترجم الترجمة الإسلامية. في كذا نقطة كده سريعة بالنسبة لموضوع الشخبطة والناس اللي بتعمل على الكلام ده، الناس بتدخل على زوم من الاول بتعمل ديسيبل للانتراكشن بتاع او دخول الناس على الشاشه عشان ما حدش يشخبط لك يا محمد على الشاشه بعد كده. تمام، بتعمل ديسيبل الاوبشنز اول ما ادخل على طول قبل ما يدخلوا عندي، بروح اعمل ديسيبل عشان ما حدش يلعب. في ناس ما تعرفش في البرنامج فتروح تشخبط لك، يعني واخد بالك. بس يا استاذ على فكره بين اسم اللي بيشخبط، انا شفت اسم ما حدا بيشخبط. مسك منه التبشيرة، مسك منه التبشيرة. بالنسبة لكلمة الفتنة، الفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل مش معناها الكفر، الفتنة أشد من القتل. الفتنة دي اللي هم كانوا يفتنون المسلمين الذين دخلوا الإسلام حديثا، وابنه أسلم يمسكوا يعذبوا، عبده أسلم يمسكوا يعذبوا علشان يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ده المقصود بكلمة الفتنة، والفتنة أشد من القتل. الفتنة عشان كانوا بيعيبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الناس اللي هي ان في بعض المسلمين قتلوا بعض الكفار في الأشهر الحرم، فقعدوا يشوفوا المسلمين عملوا ايه في الأشهر الحرم، فربنا قال والفتنة اشد من القتل. انتوا بتعملوه ده تفتنوا الناس عن دينهم اشد من القتل يا سعادة الباشا. تمام كده. فبكلمة القرآن لا يترجم، مش انا اللي قلتها، يمكن قالها دكتور حسام، يمكن قالها استاذ محمد حسن، لكن أنا لم أقل القرآن لو ترجم. هل في فعلا لغة يعني تقدر تبقى زي اللغة العربية تجيب كل ظلال القرآن ومعاني القرآن؟ أبدا. العربي بس، العربي 12 مليون مفردة، التانيين ما فيش حد فيهم جاب مليون ولا قلت أجدى حاجة 3 مليون، يعني من عندنا 3 مليون مفردة، إنما العربي 12 مليون
فظيع العرب، فظيع فعلا ما شاء الله، بحر بحر لا ساحل له، انا البحر في احشاء الدر كامل، وانتم عارفين بيت الشعر اسماء الله الحسنى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه، فسماها العلماء الاسماء الحسنى. لكن سؤال، هل اسماء الله مش الحسنى بقى، هل اسماء الله 99 بس؟ ده سؤال. فالعلماء قالوا لا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن يكمل الدعاء. يبقى إذن في أسماء أخرى غير 99، أيوة، لكن 99 دول مميزين أنهم أسماء الله الحسنى، ماشي؟ فما أحصرش أسماء ربنا في 99، لكن 99 هم أسماء الله الحسنى، تمام كده؟ ده اللي عرفه، الله أعلم يعني. بالنسبة لفهم القرآن، محمد هو بيكلم بيقول حكاية ما فيش حد فهم القرآن، والفهم القرآن ما يكونش في الجنة. الكلام ده لو حد خده من حضرتك وطبقه على المسلمين هيقول ان احنا طول السنوات ديت في ضلال مبين يا محمد، لان احنا لا النبي عليه الصلاة ولا الصحابة ولا الأئمة ولا العلماء ولا احنا ولا مشايخنا ولا أجدادنا ولا أبائنا كنا فاهمين القرآن. لا، الكلام ممكن يتفهم كده، خلي بالك، ممكن أحد يحمله على المحمل ده. أبداً، انت تقصد تقول مفيش حد هيستوعب القرآن كله بكل معانيه وبتاعه كده، من احنا كمحدثين ممكن يحصل حاجة زي كده، واخد بال حضرتك؟ لكن لا تجتمع الأمة على عدم فهم القرآن ابدا. ده القرآن الكريم، ده لازم يتفهم، لما تفهمش تبقى مصيبة، احكامه وحكته لازم تتفهم يا استاذنا، ماشي؟ الاستيعاب الكامل بقى لفرد، لا مش شرط انا كفرد استوعب كل القرآن الكريم، لكن عند محمد الويشي شيء من العلم بيكملني، والعلم اللي ده استاذ عامر بيكملني، وانا بكمل استاذ عامر، واستاذ عامر بيكمل محمد الويشي، فاهمني؟ لكن الامه على بعضها فهمت؟ طبعا فهمت، ده لازم. فقولك ما فهمتش، خلي بالك ممكن حد يحمله على محمل اخر ويعك الدنيا، والا طبعا هنعمد ربنا ازاي ما تكونش فاهمين القران اصلا، تبقى مصيبه يعني. المشكله في فهم الافراد، او الواحد هو عايز يفهم القران على هواه حسب مذهبه وحسب بيفسره على، وهو حمال أوجه طبعاً على عقيدته الباطلة والمنحرفة والكلام ده كله، لا طبعاً لا ما ينفعش الناس تفهم القرآن صح يعني. النقطة خلص كده، قلت النقطة اللي عندي بالنسبة للنقطة اللي عايز أتكلم فيها. في أمر آخر بقى نتكلم عليه، اختار الله والحاجات ديت اللي بنتكلم فيها أنا وإنت، عايز أمنقشها شوية قبل ما أعلق عليها. ربنا يبارك فيك يا رب، مجهود جميل جداً من محمد، ربنا يبارك فيه. أنا شايف إن هو متميز ما شاء الله، جاب مادة علمية تعب فيها، اشكره ربنا يبارك فيك يا استاذ. والله انا بس برضه حضرتك يعني بحب اعلق بس على حضرتك كنت فيه، انا موافق طبعا على الكلام اللي انت حضرتك قلته خالص. بالنسبه اسماء الله الحسنى فعلا هو مش 99، هم اكتر من كده، وانا في البحث بتاعي فعلا طبعا حوالي 109 اسم، مش 109 مش 99 بس. وفعلا انا ممكن يكون اللفظ خلني وانا بتكلم في الموضوع ده، انا بس اقصد ان الاستيعاب القراني الكامل زي ما حضرتك بتتكلم فيه فعلا ما حدش يوصل له، تمام؟ واكبر دليل على كده يا فندم ان القران كان كاملا في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن هناك تفسير للقران الكريم الا بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي بتكلم فيه. قدرتنا البشريه اللي احنا فيها مش قادره تفهم الكلام ده، مش معناه ان احكام القران مش عارفينها. احنا عارفين احكام القران طبعا، وماشيين ديننا كله بالقران والحديث الشريف صلى الله على الخاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن انا اقصد ان فهم معاني القران الكريم بالطريقه التي انزلها الله لم يستطيع انسان الى الان ان يفهمها فقط. انما الاحكام القرانيه والحلال والحرام بين كل الاحكام القرانيه كلها فاهمينها، وما احنا بنصلي ازاي وبنصوم ازاي ولا من الحاجات دي كلها ازاي. انا بكلم يا استاذنا اللي هو ممكن يكون نفس اللفظ خلني، ان هو استيعاب القران وفهم معانيه بالطريقه التي انزلها الله من 1441 سنه او 1400 سنه لسه محدش، مفيش عقل باش يقدر يستوعب كل الكلام ده. واخبط على كده يا فندم اللي احنا عندنا تراجم مختلفة، ولو القرآن كله الناس فهمته واجتمعوا على فهمه كله هيلاقي بقى في ترجمة واحدة، ترجمة خاصة بمعاني القرآن الكريم للأستاذ أشرف والأستاذ مصطفى والأستاذ محمد أو أي حد. إنما اختلاف التراجم معناه إن كل واحد فهمه بطريقة معينة، لأن القرآن أكبر من قدرتنا البشرية العقلية أن تفهم القرآن. هذا ما اريد ان اقوله. انما طبعا لا، طبعا طبعا في حاجات بينه جدا، وفي حاجات شرحها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي بعض المسائل الصحابه شرحوها وكانت ثابته، ودي احنا ماشيين عليها. انا بتكلم على ان الصحابه اللي هم كانوا اكثر وعيا، لان القران نزل والرسول فيهم يعني ما فسرش القران كله، وكان في اختلاف بينهم، يعني تفسير ابن عباس مختلف مثلا عن تفسير عبد الله بن مسعود، مختلف عن تفسير الصحابه الاجلاء، وكل واحد فهم القران بطريقه مختلفه مع ان الرسول كان بينهم. ده انا بتكلم فيها،
انما حضرتك فعلا ممكن واحد يكون دقيق فعلا في كلامه، عشان الحاضر ليا مش 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 اكيد ممكن ما يفهمش اللفظ اللي انا قلته. كلامك على اليوتيوب يا محمد، كلامك على اليوتيوب اقول لك مش فاهمين القران بس. لا احنا فاهم طبعا. لا انا طبعا فاهم، انا بسدد من وراك عشان الناس تفهم. طبعا طبعا يا استاذ، طبعا جزاك الله خيرا. واستشهد واحد من المسلمين، شوف قال لك القران ايه المسلمين مش فاهمين. لا جزاك الله خيرا يا ريس. لا روق الراجل، ما يقصدش يعني مش عشان غلط في لفظه ها. لا روق. انا استاذ طبعا ما يقصدش المايه العكره يعني. بنتعلم منك يا استاذ، بتعلم من حضرتك والله. ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا محمد، ربنا يعزركم جميعا يا رب على طيب. يبارك في حضرتك والله، حضرتك والله ادانا ثقه، ادانا ثقه والله يا استاذ اشرف والله، حضرتك ادانا ثقه والله بوجودك معنا. ونتمنى حضرتك تعلم كل معنا. انا اتعلمت منك حاجات. العفو، ده احنا اتعلم منك يا استاذ اشرف. لازم والله. لا ينبل الرجل سفيان الثوري لو سمحت يا استاذ شوقيه. الامام سفيان الثوري يعطيكم العافيه. كان يقول لا ينبل الرجل حتى يكتب العلم عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هم من أقرانه. اتعلم من كل، أنا اتعلم من حضرتك فيها إيه. نعم استاذ شوقية تفضل. بارك الله فيكم، يعني حديثكم لا يمل وذو شجون، ونتمنى يعني الوقت يستمر، لكن أخذنا أكثر من وقت إن شاء الله من الوقت المحدود، فإن شاء الله نلتقي الأربعاء، وأي سؤال أي استفسار إن شاء الله الأساتذة كلهم معنا اللي بحب يحضروا للأربعاء الجاي بإذن الله. متأسفين للأستاذ مصطفى، شكرا فريده. بس سؤال بسيط بس. معلش اتفضل. رح ننهي. لا بعرف بخصوص الواجب تبع الواجب. ايوه ما كنت ارد عليه يا فندم. الواجب حضرتك تختار اي اربع ترجمات من موقع تنزيل دوت نت يا فندم، وتترجم بيه او ترجم معاني سوره الاخلاص والمعوذتين ان شاء الله. هو ده هذا اليوم. هذا اليوم الاربعاء. اليوم الاربعاء ان شاء الله حضرتك تختار سوره الاخلاص. هذا للاربعاء. هو يقصد اعتقد عن المسرد صح يا استاذ؟ لا المصر دي فندم مختلف خالص. المصر دي فندم معاك لحد اخر رمضان ان شاء الله، اللي هو التخرج من خاص بإدارة الترجمة الدينية. انا بتكلم حضرتك يا فندم عن موضوع الواجب اللي هو هتعمله عشان نطبق. استاذه مايك كان في موضوع التطبيق بس احنا يا فندم. اتفضل يا استاذ. نحن حاله خاصه، لان كما قلت للاستاذ عامر وقلت للبقيه بان نحن نترجم الى الاسبانية اللغه الانجليزيه، نحن ليست اللغه النشيطه عندنا احنا. ثم العمل في هذه الحالة يعني عندنا اللغة الفرنسية أو اللغة الإسبانية. العمل موجود يا فندم. إيه هو؟ هتخش على موقع تنزيل دوت نت هتلاقي تراجم مختلفة، وهتلاقي كمان لغات مختلفة، وحتى موقع استادي قرآن في ترجمة بالإسبانية وترجمة بالفرنسية. نعم. يا فندم ملكش حجة. نعم. لا بس أقول هل يمكن أن أختار لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية؟ هذا اللي السؤال. والله هو المفروض احنا بنحاول، لان اللغه الجزائريه اكثر اللغات شيوعا، واحنا المفروض سأحاول ان شاء الله. فلو انت مش قادر يا فندم هتلاقي على موقع استاد القران بعض الترجمات بالفرنسيه وبالاسبانيه ان شاء الله. سأحاول ان شاء الله. هيتبعت فين يا محمد؟ هيتبعت فين الواجب؟ بيسالوا وين نبعثه؟ ما يبعثوا صح؟ نعم يا فندم. بحكي ما يبعثوا، خليه معاهم الاربعاء مش هيك؟ خليهم معاك عشان خاطر بس يبقى انت طبقت، يعني انت عملت ربط بين الجانب النظري والجانب العملي فقط. انما طبعا انا والاستاذ اشرف بنزل كلام ما عندهاش يعني مساحه انها تتصحح ل 74 84 وبعدين يا فندم حضرتك انت كده هتاخد الكوبي بس من على التراجم. انا بس عايزك تفهم وتقول اللفظ هو مترجمه ولا صح ولا خطا، ولكن بكرر كلامي عشان خاطر استاذ شوقيه تقفل الاجتماع. افهم النص العربي بتفسيره اولا، وعندك زي ما استاذ اشرف قال ايسر التفاسير، هتلاقي اللغه بسيطه وسهله وممكن ان شاء الله تكمل بيها. شكرا يا فندم. شكرا استاذ محمد. السؤال هلو اتفضلي بس بسرعه بس امان. لا انا بس بدي اعتذر عن الحضور يوم الاربعاء وعن الواجب. انا بالمشفى على فكره، لانه بهم. الف سلامه حضرتك يا فندم. الله يعافيك يا رب. شكرا الله يعافيك. ماشي سلامتك ان شاء الله. طيب استاذه ايه في الاجتماع؟ بارك الله فيكم جميعا. أشكركم أستاذ محمد الويشي، الأستاذة دانيال، الأستاذة صبا، يعني عن جد والله مش حاسين في الوقت، ونتمنى يطول لكن أكيد قرب الأذان وإشي معزومة إشي عنده عزومة، وإن شاء الله تقبل الله منا ومنكم الصيام. ونشكر جميع الحضور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ أشرف عامر على 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 وجوده معنا، والأستاذ مصطفى وكل الناس. شكرا أستاذ أشرف. يعطيكم العافية، حييكم أيها الأبطال، تحييكم.
حياكم. السلام عليكم. حياكم الله. ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.